طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة ومؤسسة الباحثين السودانيين. اليوم الجمعة 16 فبراير 2024، جمعة مبروكة وبخيت عليكم يا أهلنا في كل مكان، وربنا يصلح الحال إن شاء الله في بلدنا ويجيب العواقب سليمة. آمين يا رب. عطفا على المصائب اللي احنا يعني كلنا مرينا بها وكده، السودان في بعض الناس قدموا مبادرات ممتازه جدا جدا، وفي ناس الظاهر يعني امتصوا الصدمه وعرفوا دورهم شنو في المجتمع وفي الازمه، وبالتالي بيجوا يقدموا في يعني بعض الحلول، البروسبكت سوليوشنز. اليوم اخونا المبادر الجميل الباشمهندس هاشم بن عوف سليمان، وهو يعني قبل كده من يعني من الناس الاساسيين في الباحثين السودانيين. قدم عدد من السيمينارات، من ضمنها السيمينار الاول اللي كان بتاعه عن البروميتريك ديزاين، وشفنا له يعني عدد من السيمينارات الثانيه من ضمنها حاجات كان خلال الفتره الانتقاليه. اليوم السيمينار ده بعنوان دور المهندسين خلال الازمات الانسانيه، دروس مستفاده من السودان وغزه. هاشم نعوف لمن لا يعرفه هو مدير معماري اول للمحطات في قطر ريل، وقاد العديد من المشاريع الانسانيه في السودان. كان يعني وزير أسبق للبنى التحتية والمواصلات في السودان. عنده ماجستير، عنده بكالوريوس بتاع هندسة العمارة من جامعة الخرطوم، وماجستير المعمار من ستيفنز انستيتيوت اوف تكنولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ضمن المحطات الأكاديمية اللي اشتغل فيها اشتغل كان أستاذ مساعد في جامعة كولومبيا في نيويورك. فهو ليس غني يعني ليس غريب عن الباحثين السودانيين، فاليوم دايرين نستمع له عن هذا السيمينار إن شاء الله المشوق. باشمهندس هاشم المايك بين يديك، بعدين ان شاء الله حيكون في تعقيب من الباشمهندس جمال عبد الله، وهو استشاري المشاريع في قطر الخيريه، برضو عن تجارب بالنسبه لهم في الازمات وكده، وان شاء الله يكون يعني السيمينار مفيد للجميع. اي زول عنده اسئله ممكن يكتبها في الشات، يا اما هنا في الزوم الناس الموجودين معنا في الزوم، او في الفيسبوك في مجموعه الباحثين السودانيين. الرجاء يا اخوان الناس برضو تعمل شير لاكبر قدر عشان انه يوصل للناس اللي بيهمهم الموضوع. اتفضل يا باشمهندس هاشم. شكرا جزيلا دكتور أنور، وشكرا جزيلا لكل الحضور. من غير مقدمات أنا هبتدي تو شير السكرين. طيب أنا عملت شير حسي للسكرين، ايوه نعم. تمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. العنوان بتاع المحاضرة دي هو Role of Engineers during Humanitarian Crisis: Learn lessons from Sudan to Gaza. قدمت هذه المحاضرة في السابع من فبراير، وقدمت لجامعة تكساس اي ان ام، قدمتها لجامعة تكساس اي ان ام اللي هي جامعة أمريكية موجودة في قطر. ثم بعدها تابع أيضا محاضرة بعد يومين في جامعة كارنيجي، أيضا في المدينة التعليمية بالدوحة. كان مخصص إنه هذه المحاضرة تقدم إلى طلبة الهندسة السنين النهائية في البكالوريوس في جامعتي تكساس وكارنيجي، ولذلك هيكون فيها روح الأكاديمية بتاع ترتيب الأفكار والاستيميليشن، لكن هي أيضا اتضح أنه يعني بعد ما المحاضرة اتعملت وأخذنا يعني inputs من الناس، إن هي فعلا بتوضح حقائق كثيرة. يعني من الناس اللي قالوا انه يا اخي والله في بعض الحقائق رغم انه احنا عارفينها من خلال الاعلام الضعيف جدا عن السودان خاصة، ولكن ايضا بتفتح اذهان الناس الى انه ممكن يكون دورها شنو، كان مهندسين او غيره. وزي ما تفضل دكتور انور، مسألة الصدمة بتاعت الحرب دي قد تؤول الى تراكم الاحباط وشلل التام، وتصبح انت مشاهد بالرغم انه في دواخلك في بوتنشال عالي جدا لانك تنقذ روح انسان او تخفف من اثار الحرب. انا بادي المحاضره يعني اليوم العاشر للحرب، توفى شقيقي الدكتور بشرى بن عوف، وكان دي من اول العلامات لكثير من الناس انه هذه الحرب ستكون مدمره.
مدمر الأساس البنياني للسودان، له كدولة، له كحضارة، له لثقافة، له كأثر في قارب وداخل السودان. وهنا بدأت واحد من الرحلات اللي أنا جربتها عن النزوح. فسافرت من الدوحة عبر أديس أبابا، لأن الوقت ذاك ما كان في مطار، إلى داخل السودان. وكانت تجربة كغيرها من تجارب النزوح، قاسية بعض الشيء بما فيه معاناة الوفاة ومعاناة السفر بالبر، ثم النزوح إلى مكان أنت ما كنت تعلمه، كنت متعود على الاعتماد على النفس، بعدك بدأت على المشاركة وعلى تقبل المعونة والمساعدة من الآخرين، وهي مسألة برضو كبيرة كثير جدا على كثير من الناس. الرحلة استمرت من قعدنا يعني فيها تقريبا شهرين في مدني، وبرضو كان فيها سفر للخرطوم لتحريك السيارة. قبل الوقت ده كان لسه النهبي منتشر، لكن برضو كان فيها مخاطرة، ثم السفر مع بعض الأهل إلى مصر وهكذا. فكانت تجربة غنية يعني بتوضح بعض الملامح المآسي، وإن كانت المآسي يا أخواننا طبعا يعني بتتفاوت شدتها، يعني في ناس في قوت يوما، في ناس مريضة بالكوليرا وهكذا. الحاجة اللي كنت عاوز أربطها بعد إنه يعني الواحد عنده تجربة، المحاضرة اللي متضمنة أيضا غزة، كنت عاوز أحضر لها من قلب المعركة. فتذكرت إنه عندي زميل فلسطيني درس معايا البكالوريوس في جامعة الخرطوم، وتواصلت معه واكتشفت إنه قاعد في غزة. فأنا يعني فعلا ما كنت متوقع، كنت متوقع في مكان ثاني. قال لي أنا في غزة وكذا، اتكلمت له عن تحضيري للمحاضرة وكذا، وعاوز يذكر لي بعض الأشياء اللي ممكن أنا أستفيد منها. فدي كان دي عملت ترجمة للحوار بيني وبينه، وهو ما زال على اتصال معايا، وبنحاول انه يعني نكون حلقة وصل في التفكير. يعني اذا كان احنا حاولنا، احنا عندنا طبعا ادفانتج على الناس اللي قاعدين في اجواء الحرب، عندنا الادفانتج بتاع عدم البانيك، ما بنشوف، والتروما اللي ممكن تحصل لك اثناء الحرب وشلل التفكير. فالادفانتج دي احنا لازم نستفيد منها، بدل ما نحن نصاب بالاحباط، لا، نفكر في الناس اللي بتعاني ونستفيد من الادفانتج بتاعنا عشان نقدر ناخذ منهم التحديات شنو والامكانيات المحدوده شنو، ونصمم تصميم بتاع ادد فاليو. دي تفريغ للرساله مترجمه عشان الطلبه يستفيدوا منها. بعد ذلك انتقلت الى تعريف لبعض من يجهل حجم السودان مقارنه بحجم غزه، لانه انا عارف انه الاعلام عن السودان ضعيف، وده مما دعاني ايضا انه قرر انه اعمل نفس المحاضره دي لكن باللغه الانجليزيه، مخصصه وموجهه للمستمع بيتحدث بغير العربية. طبعا السودان ضخم جدا بالمقارنة مع فلسطين، استمرار الحرب فيها كان أطول، عدد النزوح فيه حيتضح لنا أنه كان الضخم على مستوى العالم في الأرقام بتاعت الإحصائيات. إذا مسكنا فلسطين حنلقى أنه الستاتستكس بتاعتها او الخارطه بتاعتها للتعرف عليها انها محاطه ومحاصره تماما. فدي برضو مقارنه الواحد لازم يحطها في الاعتبار بينه وبين السودان، ان السودان ما زال اكسسبل، ما زال في مطار، ما زال في بر ممكن الدخول له، يبقى شكل المساعدات والتطورات دي بتتخطى في الحسبان، على ان ده بارامتر مهم جدا انت بتبني عليه. وهنا ده ايضا بتضع في التحديات انه المنطقه مقفوله والدخول المساعدات ضعيف، ولازم الناس من الداخل يكون فيه ابتكارات من الداخل وليس من الخارج. ده المنظر العام لدولة فلسطين. طبعا فلسطين 27 ألف كيلومتر، العدد النزوح بلغ حوالي 2 مليون، لأنه 1.3 أفتكر هتصحح الإحصائية. أضخم أو أكثر كثافة هي المنطقة الشمالية، غزة سيتي، دي 775 ألف، يعني بتتكلم عن أنت التوتال 2.3، دي 775 ألف في شمال، وفي شمال غزة القطاع. ويتدرج إلى أن نصل إلى خان يونس ورفح في الجنوب. الجنوب هو الأقل كثافة، والناس كلهم تحركوا جنوبا، فمعناته أنت تتخيل أنه مسألة الدنسيتي يعني ناهيك عن
يعني شحاحة الغذاء ومصائب القتل المتواصلة. دي في أرقام الهايلايت بتاعتها إنه في 1.9 مليون internally displaced in غزة in total 2.3 population، دي يعني above 97%. في لبنان الحرب شمالا خارج غزة 88 ألف، الوفيات حتى صباح هذا اليوم 28775، والجرحى 68 ونص. الاحتياجات المركزين عليها الهومينيتيريان ايتمز هي عبوات مائية جاهزة وميترسز وهايجين كيتس وميديكال ميديسينز كيتشن سيتس فود اند بيبي كيتس وتاكلنس. لكن المشكلة أنه هذه الأشياء اللي حسبت لغزة لم تصل كلها. مثلا كان مخطط تمشي 61 هيومانيتيريان ايد، دخل 16% فقط منها. كان في هناك 34 ميشنز دخلت منها اقل اكثر من النصف بقليل، او اكثر منها دينايد 10% were postponed by aid وهكذا. فانت تعرف من الحاله انه ما دخل الى غزه المساعدات والجاب كم. السودان في الناحيه الاخرى حصل 9 مليون. ال 9 مليون internally displaced دي اصلا في 3 مليون قبل الحرب وزاد عليها 6 مليون بعد الحرب، اصبح التوتال هو the largest internal displacement crisis worldwide. خارج ال displacement الخارجي حوالي 1.7 مليون، الوفيات الى الان تقديريه في حوالي 15000، الجرحى ضعف العدد 33000. الحسابات دي فيها مآسي داخلية، يعني النزوح زي ما قلت يعني مقدار التأثر بالحرب متفاوت ما بين مجموعة وأخرى. يعني في مجموعات مثلا في معسكر زمزم بيموت طفل كله ساعتين، وهكذا قس على انتشار الكوليرا وحمى الضنك وإلى آخره. دي كلها تداعيات مستمرة ومتراكمة مع الحرب. السودان بمساحته الواسعة يعاني من هذه الحرب تقريبا في كل أطرافه، إذا كان معاناة مباشرة أو غير مباشرة. خارطة الحرب المقسمة ما بين أماكن السيطرة دي محدثة حتى تاريخ 2 يناير من warmapper.org. وبالنظر للهناية المناطق الفاتحة دي فيها عدد سكان قليل جدا جدا، الأماكن الملونة كلها هي الأماكن اللي بتكون فيها سكان وهي كلها متأثرة بالحرب. في صور من بعض الدمار الموجود في الأبنية، وطبعا في مناظر الواحد يعني ما عاوز يفوتها، مناظر مؤلمة جدا جدا لبعض يعني ما زالت في بعض الأماكن في ناس متوفين طبعا في الشارع وكده. دي خارطة النزوح الداخلي والخارجي، ودي مختصرة في شكل أعداد للمقارنة. يعني تشاد هي أكبر عدد من النازحين نص مليون، مصر 400 ألف، وقد يكون أكثر من ذلك مع هسه مسائل التهريب اللي أصبحت مفتوحة وعندها أمراء أحرب لحالها. جمهورية جنوب السودان احتضنت نص مليون أيضا، أثيوبيا حوالي 50 ألف، وسنترال أفريقيا 25 ألف. ده غير الناس اللي اشتروا إقامات خارج البلاد واشتروا فيز خارج البلاد، كلهم يعتبروا إنهم نازحين وهاربين من الحرب. الرقم الكبير 25 مليون شخص needs humanitarian assistance and protection، ده أكثر من نصف عدد سكان السودان. طيب اتكلمنا عن المسائل الأمراض وانتشارها، والكوليرا مثلا وصلت إلى 10500 كيس وفي تزايد، الكلام ده كان قبل 3 أسابيع وأنا متأكد إنه حتكون سادت الآن. بعد ما يعني مشينا في جولة للتعرف على آثار وحجم الحرب بالمقارنة مع الحدود المكانية وفترة الحرب والأدوات والتدخل نوع التدخل لكل من غزة والسودان، عاوزين نفكر بطريقة الـ priorities والـ impact حتى نرتب تفكيرنا للـ priorities. يعني
انا اهتم بالاكثر تاثيرا، ودار اهتم بالاكثر حشاشه لانه هو الضحيه الاولى. فالاشياء الاكثر تاثيرا ممكن نفكر فيها كلنا، و it's all debatable، يعني المحاضره ما بتدي وصول اخير او نهائي للتساؤلات. الكرايسيس ديورينج وور قسمتها لثلاثه: emergency crisis management to preserve life، حياة تحفظ الحياة، واثنين safety and logistics، انت بعد ما حفظت الحياة عاوز تخلق مأوى privacy، والمأوى يكون فيه sanitation ويكون فيه access للسيرفيسز. الحاجة الثالثة هي الكوميونيكيشن. فإذا مسكنا مثلا الإيميرجنسي كرايسيس، ضربت مثال بكل يعني دي الكيس بتاعتي، ده الايشو كيس اللي داير حل. هاو تو بريفنت فيتال انجري اندر كولابسنج بيلدينجز، يعني تحت الربل وتحت الهدم كيف تنقذ هذه الارواح؟ يعني دي زي ما تقول كده زي مساله في امتحان، يلا تحل المساله دي وتعمل منها بروجكت. البروجكت الثاني الفيرست ايد والريهابيليتيشن اوف هوسبيتالز، كيف نعزز اماكن الشفاء عبر طبعا ادواتها كثيره، ممكن تكون عبر حاجه مباشره وممكن يكون تدريب على بعد او على الارض. ومساله الكلين درينكينج ووتر، لانه الكلين درينكينج ووتر دي حياه اساسيه وحافظه للحياه. بالنسبه للكوميونيكيشن اتكلمنا عن الهيلث اديوكيشن تو كونفرونت ذا افكت اوف وور، التعامل الصحيح مع الهايجين، كيف انك انت ما تنقل الامراض، كيف انك تعقم نفسك باقل استعمال مثلا للماء، في كلها تيبس اند تريكس مفيده جدا جدا. الميديا اويرنس اند دوكيومنتيشن دي حاجه برضو الناس بتهملها خاصه احنا في السودان. مساله الاكسبوزنج اوف كرايمز والدوكيومنتيشن بتاعت الكرايمز دي لانها بتحفظ لك حقوقك، ده اول حاجه. والحاجه الثانيه قد تمنع من يعني انه الاذى يكبر بفضح هذه الجرائم. دي احنا عاوزين فيها مجهود كبير جدا داخل السودان. واضح انه غزه تفوقت علينا اعلاميا في مراحل. الكرايسيس ديورينج الوور ذكرت هذه، حاولت اشوف يا رب يا واحده مور ريليفنت للانجينيرز ويا واحده ما مباشر، المباشر وغير المباشر. في حاجات طبعا بتحتاج دائما انتجريشن بين المجالات، يعني انت يو ونت تو انتجريت الانجينيرنج بارت مع الميديكال بارت مع المجال القانوني مع المجال الاجتماعي النفسي. والانتجريشن ده اهم من تقسيم العمل لديسيبلينز، لانه اكتمال الفكره بيتم عبر كذا تدخل. اذا جينا للسؤال بتاع هو ار ذا موست فولنربل، هم الاطفال والنساء، طبعا المرضى أعداد في كل المستويات. والموست امباكت انا في رايي كان انه الكهرباء، لكن قد ذيس از ديبيتبل، لكن انا بقول انه الكهرباء تاثيرها كروس كاتنج على كل البطاقات، ممكن انت تعقم به المياه، ممكن تعالج به، ممكن تتحرك به الى اخره. بعدك الفيول والانترنت. اذا قسمنا الايشوز لديجيتال ايشوز، انترنت والى اخره، ويب سايت اكسس، الموبيليتي اكسس، التحرك من مكان لمكان فيه ايشو كبير جدا، خاصه في لو فكرنا في غزه انه الدفاع المدني ما قادر يصل للاماكن من تحت الهدم. الباور او الفيول والى اخره، الاستراكشر بتاع المباني والاستابيليتي بتاعتها. ده في الجوانب دي الزرقاء دي اقرب الى ما تكون للانجينيرنج. والجوانب الصحيه البحته، الميديا والاويرنس والانفايرمنتال ايشوز ممكن تكون غير مباشره. طيب دور المهندس شنو في الدائره دي؟ هل بس يهتم بالازرق؟ لا، يهتم بالاثنين. اغلب الظن انه الاشياء الهندسيه دي انت بتنتهي بها ببروتوتايب. البروتوتايب ده يطبق يا اما بروتوتايب بانتاج مرئي يعني ملموس، يعني مثلا انت اخترعت لك طريقه للموبيليتي معينه، او اخترعت لك طريقه للبناء معينه، قوم تعمل بروتوتايب تعمل له تيستينج ويابروف ات والناس تشتغل عليها. او انت ممكن تعمل اذا كان حاجه دي ما هندسيه
تعمل لها اوتوميشن، يعني مثلا تنظم تشوف الايشو شنو. بعض المرات غالبا الايشو بيكون اورجنايزيشن، يعني انت اول ما تعمل تدي التولز، تعمل التولز بتاعت الحاجه وتوفر للناس انهم يستخدموها. فهنا دي بتعمل داتا كولكشن، بتعمل داتا مابينج زيك وزي الانجينيرنج يعني بروتوتايب، الى ان تصل للداتا اناليسيس. بعد ذلك الداتا اناليسيس دي يو كان ميك سم اوتوميشن فيها وتعمل لها ديزاين سبورت سيستم. الكلام ده كله هشرحه يعني طبعا هو معروف لكثير من الناس، لكن ممكن ابسطه انه كيف ممكن يستخدم بطريقه عمليه. هنرجع لموضوع الدي اس اس ده لانه مهم جدا جدا في كلهم. يعني نمسك اوكي إيه بس الايمرجنسي لايف سيفنج، الاوبجيكتيف بتاعنا تو انكريز ذا تشانس اوف سرفايفنج كويس، يعني ستوبينج الحاجه دي مثلا في غزه مستحيل، يعني لا بيوقف الحرب، احنا بنتكلم حس ديورينج الحرب. فديورينج الحرب انت هدفك انك تو انكريز ذا تشانس اوف سرفايفنج. في عدد من الجهات بدات تفكر في البيلد، في مقاربه ما بين الهدم بالصواريخ بالهزات الارضيه وبالتكنولوجيا بتاعت التفجير اللي هي هدم المباني باستخدام الديناميت والمفجرات. لانه العمليتين ديل الابنيه المقاومه للزلازل والتقنيه بتاعت هدم المباني عن طريق التفجيرات فيها حسابات معينه بيكون فيها سيفتي للناس الحول المنطقه دي. ف بالنظر الى الجهه اليسرى من الشاشه دي بعض الحلول الانشائيه التي بتوضع للاماكن الزلازل، وبالجهه اليمنى هو البلاست بريفنشن، وبيظهر هنا انه في قبو وبيستخدموا فيه نوعين من الاسقف، في سقف فيه نسبه بتاعه حديد اكثر، وفي واحد فيه نسبه كونكريت اكثر، ونسبه كونكريت اكثر هو بيعتبر انه بريتل، يعني انه بيتكسر بسهوله من اقرب انفجار ليك. فدائما فهنا ده المراعاه بتكون في استخدام في الاماكن بتاعت الملاجئ الانيه، يعني تحفر ليك حفره ودار تغطيها، التغطيه تكون بشنو عشان تحميك باطول فتره ممكنه انك تكون عايش. الامثله دي احنا اديتها للطلبه ليس لوضع حلول، وانما تستميلي طريقه التفكير والخروج من مربع الشلل بتاع التفكير. هنا في تفكير برضه هندسي لمنطقه الزلازل، وقدمت الدراسه دي لتركيا، اللي هو انه اثناء اليوم اذا حصل الزلزال بيديك فرصه بتاع يعني ثواني، الثواني دي اذا انت صاحي في امل انك تطلع برا المبنى. لكن اذا كانت الثواني دي اذا كان من 10 ثواني ل 15 ثانيه ما قدرت تطلع الى حته امنه، ده مؤكد بيكون بنسبه كبيره جدا اثناء النوم. وهم بيقولوا انه انت تكون في سرير، السرير ده مع اول هزه بيبتلعك وبيتقفل، وبيكون تحت موجود عندك سيلفون وفيه شاحن وفيه مويه، عشان حتى لو انت ما قدرت تطلع من المبنى بعد الهدم تستطيع تتواصل مع جهات الدفاع المدني ويصلوا لك لمدة حوالي 7 إلى 10 أيام. فدي نوع من التفكير أنا شايفه عملي جدا جدا، وقد يكون ما عندك خيار إلا إنه الواحد يتبناه في حتى أنت ما عارف، يو كانوت بريدكت الزلزال يعني يستمر لتين. في دراسات كثيرة جدا عن البلاست، الكومباريجن ريسبونس اوف بيلدينج ستراكشر تو بلاست. هنا ده أنت عاوز تفكر لاحقا، يعني مثلا اذا انت عاوز تحضر لك منطقه بتاع الزلازل او منطقه بتاع حروب مستمره زي غزه، يعني غزه في تاريخها في السنوات من الخمسينات والستينات هي في حروب مستمره، فمعناتها احنا ليه المباني دي يعني لما تحسبها كانها ارض فيها زلزال، تعال نبني الابنيه بتاعتنا بحيث انه اذا تهدم المبنى الجيران ما يتهدموا معاه ما يتاثروا معاه، لازم نبني كل الابنيه ببيزمنت يكون فيها ملاجئ والى اخره. ودي كلها حياه المفروض الناس تراعيها لقدام، وفي حلول ديورينج الوور تستخدم. اذا مسكنا الكلين ووتر برضه في عده طرق لتطهير المياه،
فيها طرق اكثر تكلفة وبتعتمد على اشياء قد ما تكون متاحة على الحط، اللي هي بتكون التي تستخدم تعتمد على الفيول زي البويلينج والديستيليشن واليو في بيوريفيكيشن والديسالينيشن طبعا. فممكن نركز على مسألة السولار ووتر ديسانفكشن، كيف نستخدمها وكيف نعملها، خاصة احنا عندنا في السودان شمس ممتازة جدا جدا، فممكن نستخدم تقنية تقلل من البكتيريا والأمراض داخل المياه. هنا ده ارجع لكم للحته بتاعت الديزاين سبورت سيستم في الحروب والاوبئه، الاشياء اللي انت ممكن تشعر انها هندسيه كيف انت ممكن تعمل لها حلول هندسيه. ده كان مثال لايام الكورونا في الخرطوم، كانت الوزاره بتاعتنا اشتغلت شغل انا بعتبره انه كان جميل جدا جدا بالتعاون مع جهات اخرى، كان في شغل بتاع انتجريشن مع وزاره الصحه ومع الصناعات الدفاعيه في ذلك الوقت، لانه هم كان عندهم مؤونه كبيره جدا بتاعت رش، لكن ما كان هناك تصور انه وين الهوت سبيسز، وين الهيت ماب اللي بنقدر نعمل لها اوبتمايزيشن للريسورسز حقتنا عشان ما تبذل الريسورسز في اماكن ما فيها فائده. فمنذ اول 6 حالات بتاعت كورونا مثبته نحن عملنا دي الشرطه دي بتاعت اكثر، كان في 33 حاله في الوضع، لكن في 6 حالات عملنا برضه خرطه عشان نحصر انتشار المرض، وانتشار المرض بيعتمد على بارامترز كثيره عشان تكون بيها الهيت ماب، منها وين هي الهوت سبوتس اللي بيتجمعوا فيها الناس والمرض بيكون ارضي خصبه للانتقال، مثلا الاي تي ام ماشينز، المطاعم، المساجد، وهكذا الاماكن المشتركه اللي بيتجمعوا فيها الناس، الطابونه طبعا. فده دون تريجر، دون بارامتر that increase the possibility بتاع انتقال المرض. الأول القبال ده ذاته هو وجود حالة، فالحالة ذاتها عندها ويتج أكبر من الهوت من الـ من الأماكن التجمع، وبعد ذاك مسألة البوبوليشن والدنسيتي برضو بتدخل في البارامترز دي. عامل السن أيضا جبنا كل إحصائية للعدد لأقرب عدد السكان، وشفنا المناطق اللي فيها الناس الأكبر من 60 سنة وين والشباب وين وكذا، دي بتزيد برضو لكن كانت صحة الداتا أقل. بعد ما عملنا الخرطة بتاعة الهيت عملنا بعدها الانترفينشن تايب، إنه في كل لون من ألوان الهيت ماب دي التدخل يكون كيف باستخدام أمثل للموارد. فمثلا المناطق A دي كان مطلوب 5 خطوات، فيه بتبتدي بالاستيرلايزيشن والكونتينيوس استيرلايزيشن ثرو ذا داي، لما تقارن ب B تلقى إنها ما ديورينج ذا داي وما كونتينيوس، لكن ريجوليتنج ذا ماكسيمم نمبر وذين ذا فاسيلتي وهكذا. بتشوف لما تصل لدي دي دي بتبتدي ما بينك تسترلايز، يو جست تعمل اويرنس للناس. فدي دي دي انت ممكن تطبق الدي اس اس ده في اي مجال من المجالات السبق ذكرها في الحته دي، يعني حتى بالنسبه للانجينيرنج اسبيكتس ممكن تعمل دي. الحاجه اللي برضه جميله في الدي اس اس هو لما تكون سبيشال ديسيجن سبورت سيستم، decision support system special يعني شنو؟ هو استخدام الخرائط المكانيه الجي اي اس. فانت لما يكون عندك لايرز بتستخدمها فوق بعض بتقدر تستفيد من التقاطعات بتاعت السيرفيسز الموجوده والمعلومات الموجوده في اللايرز المختلفه. طيب بعد ذاك انتقلنا للـ current civil initiatives، لأنه الطلبة كانوا بيتساءلوا إنه يعني هل في السودان وفي غزة لكن تحديدا السودان لتجربتي، هل هناك منظمات مدنية عاملة على 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 وضع حلول مختلفة ولا ما في؟ فذكرت بعض الأمثلة لبعض المجموعات، في مبادرات بحثيه، في مبادرات تدريب بتعمل التدريب، وفي مجموعات بتعمل تدخل مباشر طبي، وفي واحدين بيعملوا يعني تاهيل لابنيه، بناء ابار، مدارس، حمامات عامه وهكذا. دي بعض الصور لبعض دي كلها حياه اللي بعد الحيض، يعني كلها حاجات بعد الحريق، يعني مثلا الصوره فوق دي محاضرات تدريبيه للمرض النفسي المتاثرين بالحرب من الاطفال والمراهقين.
ده جانب من جانب طوالي يمين وطوالي، في ده جانب من المحاضرات المقدمة للنازحين. ولو لاحظتوا عدد الأطفال كبير، انه عملوا لهم برامج في تأهيل لغرف عمليات. التحت خالص على اليد اليسار ده مشروع قامت به رابطة المهندسين، وهو تأهيل مركز صحي عطبرة، وده اكتمل بنسبة 96%. اتبنى فيه طابقين، وفيه اصبح فيه غرف عمليات فوق وكده، وشغالين حس عادي في اخر خطوه فيه الرام. وصدقات طبعا معروفه. على اليمين دي واحده من المبادرات وقفيه للابار في المناطق النائيه. هنا برضو بعض المشاريع. على اليمين في مجموعه هندسيه عملت كوبري وباستخدام المواد المحليه، ودي حاجه ممتازه جدا انك تشغل اهل المنطقه نفسهم، لانه ما بس انت بتقدم لهم خدمه، انت بتقدم لهم خدمه وبتقدم لهم علم في كيفيه عمل الحاجه دي وصيانتها واستمراريتها وتطويرها. تحت في النص ده بستنه زراعيه لمجموعه من النازحين عشان يقدروا يعني يطوروا التقنيه الجديده، يعني ايجاد عمل جديد لهم وخاصة في المناطق الزراعية اللي يستطيع انه يستخدمه. على اليسار مثلا دي مجموعة من الحمامات العامة عشان تحافظ على مسألة الهايجين في الأماكن المزدحمة. ده مثال لمشاريع رابطة الأطباء. بعد الحرب عندهم 8 مشاريع طرحت في جمعت، ونحن ناويين الآن نمشي لخطوة متقدمة في تنظيم العمل الكيانات المدنية، وعاوزين نربط كل هذه الكيانات المدنية في منصة موحدة عشان يحصل الانتجريشن للنشاطات أو المساهمات بتاعتهم. لأنه العمل المنعزل والمنفرد بيكون fragmented efforts، والfragmented efforts في in totality بيستخدم ريسورسز اكتر، والايفكت بتاعه بيكون بنسبه اقل من الانتجريتد ايفورتس. الانتجريتد ايفورتس بيكون عندك انت وان بيج، كل الناس مشتركين فيه، ولما تعمل خارطه بتاع جي اي اس مثلا تحط اللايرز بتاعت مشاريع كل زول بالكووردينتس بتاعتها، بتعرف انه والله يا اخي في 3 كيانات مهنيه شغاله في منطقه واحده. طيب واي دونت وي انتجريت، واي دونت وي شير الريسورسز النولج والبيبل اون ذا جراوند. نفس الزول اللي شغال للرابطه الفلانيه ممكن يكون مندوب رابطه ثانيه، ممكن الرسوم تكون واحده، والميزانيات ايضا. وممكن تحصل حاجه ثانيه، انه الانتجريشن ده بيدي اوثنتيكيشن لبعض، يعني لما الناس تشتغل مع بعض في منظمات بتكون معروفه للدونرز زي صدقات او سافا او ساما او التنميه العمرانيه، للدونرز خلاص وثقوا فيها وشغالين معاها، لكن الدونرز نفسهم متعطشين لمعرفه بقية الأماكن المتفرقة خاصة السودان كبير، وعاوزين somebody to recommend other NGOs لكل أحد المفروض المنصة دي تقدمها. وده بس للطلبة طبعا، ده أوريهم المثال بتاع إنه التعاون ممكن يعني يشيل. فكان المثال بتاع إنه يا إخواننا هل الورقة بترفع عليها كتاب؟ هل مقطع ولا سادة؟ والسادة ذاتها كيف تقدم؟ طيب احنا المثال كنت عاوز اضربه انه يتخيلوا انه المقطع ده كل واحد يا فيهم باشمهندس، لو عندك البتاع من الادمنستريشن ده هسه، والله الديبرستريشن ده يا ريت خلاص وكيف انه هو بيكون الناس هنا ما شاء الله يعني بيكونوا عارفينه. يا ريت يا ريت يا ريت كده، خلاص اسيوم ان انا ما اعرف طيب صراحه كده. لما شفنا الادمنستريشن ده في جامعه تكساس سي ان ام، المحاضره بتاعت باشمهندس هاشم، يعني كانت حاجه زول ممكن يكون نظريا شافها ولا شفتها في ورشه عمل ولا بتاع، لكن لما تشوفها تاني وفي مايند سيت بتاع المشاكل في اثناء حروب والناس في الصدمه وكده، بتعيد لك الثقه في نفسك وتوريك انك انت عندك دور مهما كان. اي واحد فينا عنده دور في خلال الازمات والحروب والمشاكل دي، يعني احنا ممكن نكون ضحايا وممكن نقبل بوضعنا ضحايا بصوره مستمره، ممكن نكون فاعلين في حل المشاكل اللي قدامنا. يعني كل واحد فينا عنده مستوى وكمية بتاعت معارف وخبرات وكده، ممكن ده وقتها، ده وقت حوبتها انه يستخدمها يعني. فالتجربة ظريفة جدا صراحة، انه ورقة واحدة مقطعة ما بتقدر تشيل لها حاجة تقيلة،
ونفس الورقة ذاتها نفسها، نفس ما في شيء يتغير، ممكن تمام. تشيل حمل كبير. تفضل يا طيب انا جيت، باشمهندس. اوكي تفضل طيب حياك. لازم اوقف. طيب بس انا قلت لهم الورقه دي يعني، هل بتقدر بالورقه دي؟ لاحظت حصل انتجريشن هنا، فالانتجريشن انه الورقات الصغيره كلها بقت في ورقه واحده، لكن ستيل الورق ده اللي هو المبادرات والكيانات المدنيه، بالرغم انهم بس قاعدين مع بعض، لكن لازم يكون عندهم استراتيجي، والاستراتيجي دي معناتها بلان ديزاين. الديزاين ده هو بعدك بفعل القوة الكامنة في تجمعه. تجمعهم على ورقة واحدة ما منه فائدة، لأنه الكتاب لو شلت الورقة ما حتشيل حاجة ستيل، لكن لما يكون في بلان وديزاين وده الانتجريشن الحقيقي، ممكن يضرب المثال بالبلان ده انك انت دي يكونوا على قلب رجل واحد وعندهم خطة، بعدك انت الكتاب ممكن شنو تشيله. ده الفكرة كلها اديتها للطلبة، انه انك كيف تشيل كتاب بورقة، وده انك انت كيف تعمل اثر كبير وقوي في المجتمع بالانتجريشن. فدي كانت الفكره اللي كنت عاوز يعني اوصلها للشباب دي. طيب نرجع تاني للبرزنتيشن لانه افتكر فضل فيها حاجه بسيطه. ايوه دي في النهايه الورقه بتاعتنا شهاده الكتاب، والورقه دي ذاتها يا اخواننا ما كان يعني مثال ابستراكت بس، وان في معماري اسمه شيجرو، شيجرو باندا سموه ال بيبلز اركيتكت. ليه؟ لانه شال الفكره بتاعت الورقه الريسايكلد بتاع الباكجينج بتاع الادوات المكتبيه، بتكون الاوراق الهندسيه واللي بيكون حوالي القماش بيتلف في ورقه برضه اسطوانيه، استخدم الاسطوانات الريسايكلد من المصانع وبقى يستخدمها في اماكن الكرايسيس وبيبني بيها شيلترز. بنى شيلترز في اماكن كثيره جدا بتاعه كرايسيس، وكانت مستدامه لحد كبير، رغم انها ورق وفيها اماكن فيها امطار في اسيا وكده. استخدم العلب تحت البيبسي كارضيه كبيز، وبنى فيها الحياه دي، وهي خفيفه يعني الميزه بتاعتها انها خفيفه، ولما تضربها مع بعض بتكون قويه جدا، وحتى بعض المرات بالغ في بعض الاستركشرز، عمل منها يعني اشكال جميله جدا زي ما هو ظاهر هنا. فبس انا اقول انه الفكره قد تكون بسيطه، لكن اذا انت ركزت فيها واتقنتها بتصل مراحل فعاله جدا جدا. بعد دي نهايه المحاضره، وشكرا للاستماع يعني. شكرا جزيلا باشمهندس هاشم، صراحة يعني حاجة فاسينيتنج وخير ختام. يعني أنا الحقيقة المحاضرة بتاعتك فيها حتتين، يعني الأوبننج بتاعها بأنها هي حاجة بيرسونال، إنه دكتور بشرى بن عوف ربنا يتقبله شهيدا إن شاء الله، تم الغدر به في الظروف بتاعت الكايس اللي حصلت في الحرب. وفي نهاية إنك الدعوة للجميع إنه كل زول فينا ممكن يساهم ويقدم حاجة، وأنت خطابك للإنجينيرز رغم إنه كل واحد فينا في اللحظات الحرجة دي ممكن يكون إنجينير. دكتور باشمهندس جمال عبد الله هو استشاري المشاريع في جامعة في قطر الخيرية، عندهم برضو تجربة في الاركتكتشر تحديدا. احنا طبعا شفنا واحدة من افرازات الحرب، الناس نزحت من الخرطوم لكل المدن الثانية، والناس بالغت في موضوع، طبعا كلها مدفوعة بالخوف، بالغت في موضوع الايجارات وكذا وكذا. فهل يمكن يكون في يعني حلول اقل تكلفة وكذا؟ باشمهندس جمال كان لقيته في سيمينار او في لقاء قبل ايام عديده، وسبحان الله في ضمن الكلام عرض حاجه كده تعملوها قبل كده في قطر الخيريه في السودان، فدارين نعرف عنها اكثر يا باشمهندس جمال، وبعدين ناخذ كل الاسئله اللي هتجي في السيمينار بتاع باشمهندس هاشم، والاسئله اللي ممكن تجي من السيمينار بتاعك او المداخله بتاعتك، وبعدين نجاوبها كلها. تفضل يا باشمهندس جمال، ممكن تشير الشاشه من عندك. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا جزيلا أخونا الدكتور هاشم بن عوف، وعظم الله أجركم يا أخي أخوكم، ورب إن شاء الله يتقبلوا مع الصالحين والأبرار يا رب. وشكرا برضو لي تحت الفرصة الدكتور أنوار والإخوة جميعا. أنا الحقيقة أخوكم جمال قاسم محمد عبد الله، أنا يعني خبير المشاريع الهندسية في قطر الخيرية، وقطر الخيرية يمكن ما الآن أنا بعمل لها ترويج، لكن هي برضو منظمة رائدة وكبيرة وعندها جهد كبير يعني في السودان، وافتتحت مكتبة، كان مكتب السودان هو ثاني مكتب لقطر الخيرية في سنة 93،
ومن 93 لحد الآن ولحد اللحظة بتكلم فيها أنا، هي بجهودها مستمرة ومنتشرة في جميع أرجاء الوطن، وما حعرف أكثر من كده. لكن الشيء اللي أنا عايز أشاركه معكم اليوم، التجربة اللي كان عملناها في 2015 في دارفور تحديدا، وقبلها في 2012 بدينا التجربة، كانت في كسلة في قريتين أنشأتهم قطر الخيرية في اللف وفي تلكوك. كان مشروع كبير، وكان يعني من ضمن مخرجات المشروع دي كان في رجاء لعدد من الأطفال كانوا موجودين بشكل عام في قطر وفي الخليج، بيسموهم أطفال الهجن، أطفال صغيرين هم دائما بيكونوا على الإبل في السباقات. ودي فيها مشكلة إنه الأطفال اللي ممكن يكونوا معرضين لانتهاكات كبيرة يعني، فحفظا لحقوقهم أعادوهم ورجعوهم وعملوا لهم قرى قريتين في اللفة وفي تلكوك تحديدا. وبرضه كان جزء من المشروع دي طريق قار يربط السودان مع أريتريا، طوله 26 كيلومتر، ربط كسلة مع أريتريا. كانت التجربة الأولى. بعدين التجربة تكررت مرة ثانية في دارفور في 2015، وكررناها للمرة الثالثة أيضا في دارفور في 2018، وما زالت مستمرة إلا أن توقفت الآن بظروف الحرب دي. التجربة دي هي ما تجربة يعني جديدة على العالم، هي مكررة في 45 دولة في أفريقيا تحديدا وفي جزء من آسيا. التجربة تسمى تجربة التكتبين أو الطوب المضغوط الهيدروفوم. والهيدروفوم أنا حشارك معكم شاشة لو تسمحوا لي. تفضل. الشاشة السكرين لو تشوفوا الشاشة بتاعتي واضحة، نعم، المدارس تقنية صديقة البيئة، نعم. تمام. تقنية الطوب المضغوط زي ما قلت هي تقنية يعني ما كانت هي حكرة على السودان، وإنما وردت للسودان، جاب الدكتور البوني للسودان من جنوب أفريقيا، وهي تجربة يعني صديقة للبيئة وانتشرت في ارجاء كبيره من السودان. ونحن في خطر هي طبقنا التجربه دي، تقنيه الطوب المضغوط او يسمونها هيدروفون. المكشر بتاع الطوب المضغوط او الخلطه اللي بنعملها هي عباره عن تربه، تراب، التراب بتاعنا السوداني دي، تراب الارض العاديه دي، تخلط بنسبه معينه من الاسمنت مع نسبه مويه، وتخش في الماكينه البسيطه دي تطلع منها القوالب دي. التربة اللي بنختارها دائما هي تربة نسبة الرمل فيها أكثر من الطين. بعد ذاك التربة دي لو أخذت مثلا سي 20 جردل من التربة دي بالحجم بالوزن يعني أو بالحجم، 20 جردل معاهم جردل واحد بتاع أسمنت، بمعنى إنه الأسمنت بيمثل فيها يعني ممكن يمثل فيها من 7 ل 10% من التوتال أسمنت، والباقي عبارة عن تربة بتكون خليط من الرمل والطين. نسبة الرمل دائما تكون أكثر من الطين. الرمل هو اللي بيرتبط بالأسمنت، والطين هو اللي بيمسك الطوبة دي يعني. الطين كأنه زي مادة كده بتربط يعني، لكن ارتباط الرمل مع الأسمنت يكون الأسمنت هو المكون الأكبر في التربة دي، بينتج لنا قالب من الطوب مع نسبة بسيطة جدا من الموية. الطوب ده ما هو ما زي البلوك الأسمنتي، لأنه ذاك أسمنت بالكامل فيه حصى وفيه أجريجيت وفيه مية وفيه كذا، لكن دي الاصل فيها الطين والتربه العاديه. والتربه اللي بنختار دي بتمر بمجموعه اختبارات بسيطه جدا، في النهايه بنتاكد ان التربه دي هي المطلوبه، بتتخلط بالاسمنت مع شويه مويه وتخش في نوع المكن دي. المكن ده كان وردناه نحن، موجود منه في السودان، لكن نحن وردنا منه 10 مكنات من الصين. والمكنه دي بسعر اليوم تكلفتها بتزيد من 4000 دولار. الماكينة دي بتنتج في اليوم أو في الوردية الواحدة 8 ساعات بتنتج 4000 بلوكة من النوع ده من الهيدروفوم. والبلوك ده حجمه يعني زي ما شايف مثلا في الصورة على اليسار دي، العرض بتاعه 22 سم وطوله 23 سم والسماكة بتاعته 12 سم. والطوب ده الماكينة بتنتج منه أشكال حسب أنت القالب بتركبه في الماكينة، بتركب منه الشكل الاول ده باترن، الشكل الثاني ده هو طاقية بتكفل بها نهاية المدماك من فوق، مثل عامل سور نهاية السور من فوق، بدل ما يكون شكله زي الاول ده بيكون شكله الثاني زي غطا كده اقفل.
والثالث ديه ممكن اذا كان عندك اي بايبس او اي يعني سيرفيسز او كوندويتس عايز تحطها بتحطها في المكان ديه. والرابع ده يمكن مقاس اصغر، بدل ما يكون 22 سم بعرض الحائط مثلا ممكن يكون حائط عرضه 14 او 15. طيب المزايا كثيره بتاعت الطوب المضغوط ديه، زي ما شايفين في الصوره على اليسار ديه جاست فيتد ونو مورتر. الطوب ده بيركب زي ما بيسمونه في لغه الشغل بتاعتنا نظام العاشق والمعشوق، فوق جروفز كل واحد تركب مع اخوته ميل وفي ميل، وما يحتاج لمونة رابطه بين كل مدماك والتاني. بالتالي بتخش هنا معاك قصه انه هو لو كوست. لو كوست انه بس غير انه المونة الرابطه اللي هي بين مدماك ومدماك دي بيشيلها مش موجوده خالص. الحاجه الثانيه ما بتحتاج تعمل له بلاستر من الداخل والخارج، ما بتحتاج تعمل فوق بياض. والطوب هو بيشبه البيئه لانه دي لون التراب مثلا، اللون ده اللي هو اللون الجريدي. في تراب في السودان لونه احمر بديك طوب احمر، في لون لونه عليه افتح بديك لون فاتح، وهكذا. غير معالج باي نوع من الحراره، غير هالك للبيئه، ما زي الطوب الاحمر. الطوب الاحمر انت بتاخد طمي وتحرقه، الحرق ده نفسه فوق يعني بيبيد فوق كميات كبيره جدا من الفحم والاشجار كلها عشان تتحرق يعني. فهو ده ما بيحتاج انك تحرقه اصلا، وانما تدخله في الماكينه دي مونة عاديه، وحنشوف لها زي فيديو صغير اذا كانت تيسر معي هنا. بتنتج الطوب في الماكينه دي في اليوم اللي كان جبناه احنا بتنتج 4000 يعني بلوكه في الثمانيه ساعات. لو شغلناها 12 ساعه من 6 ل 6 بتنتج مره ونص تقريبا، تنتج زي 6000 بلوكه. البلوكه بحجم عاديه وهي بلوكه سوليد، اول شيء الكومبريسيف تبعها قوتها نفس قوة البلوك الأسمنتية. نحن الآن البلوك الأسمنتي المفرغ دي هنا في الدوحة المصانع بيطالبون بأقل شيء تكون البلوكة تتحمل 7 نيوتن على المليمتر المربع، دي بتنتج لك السبعة نفسها بالمقاس بتاع 22 سم، وهي في غالبيتها عبارة عن تربة عادية. التقنية دي مهمة جدا بالذات في إعادة الإعمار. أنا أشكر الدكتور يعني هاشم منه بدا في الشغل بتاع يعني شغلنا في قطر الخيريه في اداره اسمها اداره الاغاثه. هم بيشتغلوا في الريسبونس الاول دي انه انقاذ الارواح. بعد ما يستمر انقاذ الارواح لمده لا تتجاوز الشهر، بعد الناس بينتقلوا لمرحله ثانيه اللي هي الشلتر، انه يسكنوا الناس. انت اكلتهم وشربتهم وجبت لهم مويه كويسه، لكن لازم تعملوا ايواء، بيسكنوا في شلترز في مآوي سواء كان مخيمات او غيره. بعد ذاك المرحله اللي بعدها مرحلة الشرطة لا تستمر، تبدأ في مرحلة اسمها إعادة الإعمار. فالطوب ديه الأسماء اللي هو المضغوط ديه نحن استخدمناه في إعادة الإعمار للمناطق المتضررة بعد الكوارث، سواء كان كوارث نتيجة حروب زي ما حصل كان في دارفور، أو المناطق تعرضت للزلازل زي ما الآن حصل في تركيا وفي سوريا، وزي ما حصل قبل كده في إندونيسيا تسونامي كبير راحوا في يوم واحد أكثر من يعني 400 ألف ببيوتهم بكلهم مشوا البحر. فبرضه استخدموا فيه تقنية الطوب المضغوط في اللي هو في البناء السريع جدا. البلوك المضغوط ده بيسموه التقنية بتاعت التكتبين دي، مش هي فقط كمان حل إنشائي متكامل تسكن فيه الناس بسرعة، لكن كمان بيساعدك في ما يسمى بالتنمية المستدامة، وبطريقة زي ما قلنا صديقة للبيئة. المنازل تلبى حوجتها لمرة واحدة، لكن تظل الآلات والتدريب عليها المقدم بيعمل على تطوير المهارات بين المناطق في المجتمع، في المجتمع اللي هو استضيف التقنيه دي. الطوب المضغوط ده اشكاله ده ما اسمنت، ده الجزء فيه بسيط جدا هو الاسمنت. والمباني دي مباني نحن عملناها في السودان، المبنى بالذات الصوره اللي على اليمين اسفل دي ده انا حافرجكم صور اكثر منها في السودان، لكن دي المكن اللي كان جابوه. وفي النهايه كانت تجربه جميله جدا، المكان ده ملكناه للمجتمع هناك اللي كان عملنا فيه مجتمع كان في جنوب دارفور في منطقه اسمها بلبل تمبسكو، ملكناه من 10 مكانات بحيث انه يحصل نوع من ترقيه السكن الاجتماعي تبعهم. بدل ما هم ساكنين في القطاط وفي الدرادر امتلكوا دي وبدوا يصنعوا من التربه بتاعتهم شويه اسمنت، انتجوا الطوب ده بدل ما هو يكون ساكن في قطيع يسكن في بيت ابنوه بنفسه من غير محتاج لحتى لمهاره، ما بنحتاج لبناء مهره لان الطوب ده بطبيعته يمشي في خطوط مستقيمه. لو تركزوا في الطوب ديه في نظام الجروفز ديه، فالطوبه بتركب على خوتها غصبا انها حتمشي في خط مستقيم، ما حتكون معوج يعني. اهم شيء البدايه، خط البدايه ده يكون مستقيم، المبنى كله يكون مستقيم، حتى الاماكن بتاعت الاعمده بتاعته برضه من نفس الطوب. والماكينه نفسها بتنتج طوبه كامله وتنتج كمان نص طوبه للغلاقات. الان
نحن في المرحلة الثانية، دي المرحلة الثانية عندكم اليمين، دي الصورة على المرحلة الثانية، ودي المرحلة الأولى كانت في 2015. دي عبارة عن مجمع كبير عملناه في بلبل تمبسكو، فيه 4 مدارس وفيه محطة بتاعت مويه كبيرة وفيه مركز صحي وفيه مسجد وفيه مركز شرطة للأمن الاجتماعي هناك، وفيه انترلوك كبير جدا وفيه كيربستون، كله أنتج في نفس الموقع. ودي كمان ميزة تانية تديك أدفانتج للطوب المضغوط، إنه ما بتحتاج إنك تصنعه في مكان وترحله، الماكينة موفبل، تجيبها وتجيب التراب جنبها وتنتج وأنت في الموقع، تنتج وتعالج بالمويه لمده 4 ايام 5 ايام ومباشره على الشغل. ف يعني وانتاجه بسيط جدا، الماكينه ما اسهل الشخص يشغلها وهي اوتوماتيك يعني، وماكينه بسيطه وحتى صيانتها وقطع غيارها سهله جدا، والناس بيشغلوها بطريقه سهله جدا، والتراب موجود والاسمنت كان بنسبه بسيطه جدا تضاف لها وتعمل الخلطه والناس يشتغلوا بها. فدي كان المرحله الثانيه كان استخدمناها في قطر خليل لإعادة الاعمار في دارفور، هو برنامج كبير بعد ما يعني كان في مؤتمر المانحين هنا في 2011 بعد وصلت الدوحه للسلام، سلام دارفور. قطر دعت لمؤتمر يسمى مؤتمر المانحين، شاركوا فيه اكثر من 175 على دوله لمنظمه. المخرج بتاع المؤتمر ده تعهدات بمبالغ ماليه راوند 2 مليار دولار، دوله قطر لوحدها التزمت فيه ب 550 مليون. نحن بنشتغل كان في جزء من المبالغ دي كقوة يعني، يعني كمنظمات يعني، يعني قريبين للمجتمع، نشتغل بجزء من المبالغ دي، في جزء مشى لحكومة السودان وجزء مشى كان للسلطة الإقليمية، ولسه في مبالغ موجودة لسه منتظرة مننا كثير من المقترحات عشان نشتغل بها في إعمار دارفور. الماكينة نفسها هي بتطلع لك الانترلوك بتاع الأرضية دي، وبنفس المادة نفس الطوب اللي هو شايفينه ده، ده طوب مضغوط، التربة كانت تربة حمراء، ونفس المكان يصنع على بال كيربستون دي. الشيء الجميل برضو انه نحن دقائق يا كمان يعني باشمهندس، لو رجعت الصوره دي اي محطه اي نعم المياه والعمارة الدارفوريه، الانترلوك ده ونفس الطوب اللي هناك في الحيطه دي كلهم معمولين بنفس الماكينه بنفس نفس الماده؟ الماكينه بس تغير فيها القالب، نفس بالله الماكينه العظيم. فيها قوالب كثيره، والتقنيه موجوده بالمناسبه في السودان. نحن من عملنا كان اعلان نشوف مقاولين للهيدروفون، افتكرنا انه السوق ما فيه، اتقدموا لنا الشركات حتى في جزء منهم فاتحين هنا حسابات في الدوحه، نحن ما عارفينهم. في شركه اسمها كيرفينيا، دي عندها مقر هنا موجوده في الدوحه هنا، وشغاله في التقنيه دي هناك في السودان. الجميل في الصوره دي انه عشان برضو انسان دارفور يحس انه دي يعني دي بيئته، لازم الانسان لما يخش على مكان عشان ما يكون بكون قاعد بعين يمين يسار، انسان دارفور شخص محب للالوان، فنحن جزء يعني من المشروع ده كان ملون بالالوان، اللي هي اما نخش تحس انك جوه العماره بتاعتك، تحس انك فاميلير دي بيئتك انت. وبرضه كان الاستخدام بتاع المواد الاوليه اللي بيستخدموها اهل دارفور اللي هي في الاخشاب وفي في الاعواد دي جزء منها، فاما نخش بحس انه ده حقه ماشي غريب عليهم يعني. وبرضه عملنا عماره برضه للقطريين، بحس انه هم برضه يحسوا انه بينتموا للعماره دي يعني، كان دمج العمارتين بشكل كده جميل جدا عن طريق مكتب استشاري، كانت حاجه جميله جدا. دي كان مدارس اتعملت، ودي البرجولات بين الفصول اللي هي بالاعواد دي، كان برجولز بين الفصول يعني زي اماكن اجتماعيه للطلاب، نفسها دي مدارس، ودي الاسوار كلها بالكامل، والطب بتاع السور ده من فوق ظهر السور ده، الماكينه برضه تصنع لك الظهر بتاع السور ده بنوع كده من البلوك المعين يتحط من ظهر السور من فوق. دي صور، مزيد للصور في مواقع مختلفه. نحن التجربه المرحله الثانيه في دارفور كانت في 4 ولايات، في شمال دارفور اشتغلنا في موقعين، منطقة اسمها الصياح والتانية اسمها ساني كرو، في جنوب دارفور اشتغلنا في موقعين في ميرشنج وفي ساني دليبة، في شرق دارفور اشتغلنا في أبو كارينكو وفي أبو ضنقل، وفي غرق في شرق وسط دارفور اشتغلنا في فاسي وفي أرولا، والهلال الأحمر كان شغال في غرب دارفور في منطقتين برضو. التقنية كانت المستخدمة هي تقنية الطوب المضغوط، لأنه هي تقنية لو كوست قليلة جدا. أول شيء بتوفر معاك المونة الرابطة رقم واحد، بتوفر معاك سرعه في الزمن، انت في الطوب الاعتيادي سواء كان بلوك او طوب احمر ما ممكن تبني ارتفاع المترين ده في يوم واحد، لازم توقف ارتفاع متر والا المونه الرابطه دي حترحل حتعوج المباني. ده طبعا انه ما في مونه رابطه بتعمل الارتفاع ده كله مره واحده، مره واحده. وبالمناسبه دي ما اعمده، الاعمده من نفسها من الطوب المضغوط، الاعمده نفسها هي من الطوب المضغوط، ما في خرسانه هنا. اللهم للسقوفات دي احنا عملناها خرسانه، في نهايه اخر مدماك فوق عملنا زي تاي بيم وحطينا عليه السقف بتاع الخرساني.
احواض الزراعه دي من مواد اصلا موجوده هناك، الحجر جبناه من نفس المنطقه عملنا فيها احواض الزراعه. دي برضه هنا مزيد، سواء كان يعني فصول دراسيه او مركز صحي او بيوت سكن وظيفي، عملناه نحن في كل مجمع عملنا 15 سكن وظيفي للاطباء اللي بيشتغلوا في المركز الصحي وللمعلمين اللي بيشتغلوا في المدارس. دي كلها طب مضغوط، وشايفين الالوان موجوده كثيره. دي برضه من داخل المدارس، ده في شمال دارفور في منطقه اسمها الصياح. ده اللون شو بتاع الطب هنا يشبه التربه اللي كانت موجوده في شمال دارفور. ده برضه في شمال دارفور في منطقه اسمها ساني كرو. دي في ميرشنج في جنوب دارفور. دي هنا ده يعني نموذج جميل جدا، ده طوب مضغوط في جزء منه عملناه بلاستر يعني بس كديكوريشن، لكن ما يحتاج بلاستر، ممكن الحائط بالكامل يكون من نفس النوع، لكن المعماري حب انه عشان نحط الشبابيك دي يكون في خلفيه كده بالطريقه دي، بحس انه تدي النواحي الجماليه دي. الالوان دي الوان لسان دارفور. دي برضو مدارس، مزيد من المدارس. نحن في التجربه بتاع المرحله الثانيه عملنا 40 مدرسه بالشكل ده، 40 مدرسه على روضه اطفال. فدي كانت التجربه اللي قدمناها في، والان هي ما زالت مستمره بس توقفت بظروف الحرب، وللاسف الان المجمعات كلها او معظمها هي محتله الان، ما نقدر نشتغل فيها، فيها ريسك على الناس يشتغلوا فيها، والشغل توقف. نحن قاب قوسين، نحن من المجمعات الثمانيه خلصنا خمسه مقفولين، وكنا على وشك نسلمهم للحكومه هناك انه شغل المدارس شغل المراكز الصحيه وشغل محطات المويه يستفيد منها، لكن جاءت الحرب الان وقفت الموضوع الان انهول. الشاهد في الكلام انه التجربه دي هي تجربه وارده للسودان، جاب الدكتور البوني رجل يعني يمكن يكون معروف يعني في السودان، وهي منتشره في اصقاع السودان، في دارفور موجوده وفي الشرق موجوده، وهي تجربه سريعه جدا، ممكن يعني الناس يبدوا بها ان شاء الله اعاده الاعمار تكون سريعه لاسكان الناس بشكل ماس هاوسينج كبير جدا، ويكون ديزاينات مكرره وتشغل اعداد كبيره جدا من الناس، والمكان ده متاح موجود في السودان، ممكن يتورد من خارج السودان ويشتغل، وبتحتاج بس ل يعني يقيفوا عليها من الناحيه الفنيه، بزياده تاكد بس من الخلطه بتاعت التربه مع الاسمنت والنسبة المياه المضافه، وعلموها للناس وانطلقوا بها، كل واحد يقدر يبني، وتجربه رخيصه بين رخص التراب. اللهم الا السقف تبعك، انت ممكن تعمل بالزنك، تعمل بالسعف، تعمل بالخرسانه حسب الامكانيه، لكن الطوب تجربته يعني تكلفته يعني ماينور جدا. مقارنه النظام بتاع الطوب المضغوط مع الكونفشنال سيستم ممكن يوفر معاك بالذات في الحوائط من 25 ل 75% من تكلفه الحائط. الحائط القائم دي يوفر منك من 25 حسب انت اللي بتضيفه للحائط. الحائط لو عايز بالكامل من الهيدروفون من غير مونه من غير بلاستر من الداخل والخارج من غير دهان من الداخل والخارج بيوفر لك 75% من تكلفته. لو عايز تضيف له دهان يعني صبغ من الداخل، عفوا بلاستر من الداخل، لانه مرات لو الحواف بتاع الطوب المضغوط مكسره ممكن يحصل رجراج، ممكن تخش اشعه الشمس للبيت او للمنشأ المعين، بالتالي انت ممكن تعمل بلاستر من الداخل، تعمل بياض من الداخل، واذا عملت بياض ممكن تعمل فوق صبغ من الداخل او دهان، بالتالي ممكن ترفع تعلي التكلفه حسب الناس بيعيشوا في القطاط وفي المقاوي والخيام تكون عرضه للشمس والبرد. بالنظام ده ممكن انت تكون عايش في بيت امن امن، واهم شيء في السكن الاجتماعي احنا عندنا فيه حاجتين، يكون موائم ملائم ويكون امن، الميزتين ده اهم شيء يتوفروا في السكن الاجتماعي. امن انه ما يقع عليك وما يدخل لك مويه، ويكون ملائم بحيث المساحات الداخليه والفانكشنز بين الغرف والمساحات الخدميه تكون يعني مناسبه، مساحه البيت واتساعه يكون متناسب مع حجم الاسره الساكنه فيه. شكرا جزيلا دكتور على شكرا إتاحة شكرا الفرصة، جزيلا. ربي طيب بس يجزيكم لو الخير. رجعت لنا لاول صفحه في البرزنتيشن بتاعتك، اول صفحه بس ده نشوف هل هي دي الماكينه هو دي المطلوبه، الماكينة طبعا هل هي تكلفتها كم تقريبا؟ الآن في حدود 4000 دولار ل 4500 دولار تجي من الصين، تكلفة المنشأة من هناك، وطبعا هي بس أكتب بس المكن ده يظهر معاك. أنا شو إذا نعم كان أقدر أشارك معكم فيديو. نعم كان قبيل عملت لي فيديو كان ظريف. اللي هو تصنيع الطوب. اي نعم يعني يمكن دي
هاي الفيديو الفيديو، كيف؟ ايوه هذه الفيديو، نعم. ما انا محتاج يعني انا عدد بعيد بس كبير اعيد جدا من الفيديو، الناس، اعيده، يا ريت. نعم. شوف دي المودة المونة، وده المكبس، تطلع طول سيمبل بس خلاص كده، بس. الموضوع بسيط جدا. طيب انا ما يعني 4500 دولار دي، اعتقد انه في ناس دفعوها ايجارات يعني في سيمبل سيمبل السودان، جدا. ولا في مدني، ولا في شندي، ولا في كده. يعني اذا كان ده بيحل المشكله دي، ليه الناس ما تستثمر انه يجيب لها مكنه، مكنتين، ثلاثه، اربع مكنات، تبدا تشتغل، كل الانجريدينس موجوده. اه فبرضه ده نسمع من الناس، ليه ما ممكن الحاجة دي تحصل؟ ممكن، بس انا اقول حاجه، بتعرف اتفضل. امجد مش كده؟ امجد سلمان يا انور، ده امجد اي موجود معانا كده اخي؟ نعم امجد موجود؟ طيب ايوه امجد موجود الان؟ اي موجود الان. امجد ما تحاول تعلق يعني المشروع ده، ما انت اشتغلت فيه وجاب مكانه دكتور دكتور امجد، انت معانا؟ امجد سلمان ممكن يكون، ما يمكن بعيد شويه، لكن ايوه نعم طيب انا بديكم يعني اكشف لك بعض من دكتور امجد. طبعا هو ما طبيب، بس احنا اديناه صحيح. اديناه يعني الهندسه الفخريه، لانه اصحابه كلهم مهندسين، وهو بيحب الهندسه ويحب الزراعه، وانسان يعني رائع جدا جدا، فهو وقريب عجبته صديق وأخ المكنه دي وصاحب يعني. جدا جدا والله، رجل فاضل ما ادري انك تكسب ظهره، لكن جاب المكنه دي وشغلها في مشاريعه الخاصه يعني، وكان ويعني هو يعني وراني ليها، وراني مشاريع وشجعني جدا، حتى يعني انا حبيت انه اتشارك معاه، لكن لا جابه في الطريق. جابه براو براو يعني، من براو كده براو بس براو هاي لنفسه عنده، هو في البيت. عنده حب في، عنده حب في مسائل المزارع وكده، فحتى بنى بيها البطاريات بتاعت الجداد والسور بتاع المزرعه، وبقى يستثمر فيها حتى يعني بيعمل لناس ثانيين وبيبيع. والله يا اخي ده شغل بتاع انتربرينور شيب، ده ما كنا عارفينه عن السيد امجد، دكتور امجد جدا يعني. انا ما اعرف، حس انا ده رجل اكتشفته متعدد المواهب امجد يعني بصراحه، ما جدا شاء الله، غير انه كمان كاتب رقيق جدا يعني. اي لا لا جدا ما شاء الله عليه، ملتي بوتنشال يعني، ممتاز جدا يعني. يعني في ناس قبل كده جربوها وجابوها في السودان، منهم اخونا دكتور امجد موجود وانا معانا. طول الوقت واقف عليها بنفسي يعني، في شغل دارفور يعني، واقف ايوه عليها بنفسي وشفت الماكينه وملكناها للمجتمع هناك. المجتمع اهم ما في الموضوع انه الماكينه دي بتشغل يعني، ممكن تشغل فيها نفرين، تشغل فيها اربعه خمسه زي ما انت شايف، فيها نفرين دلس، واحد بكوب المونه والثاني بالجهاز بيضغط الماء ويشيل ويحطها في الارض، ممكن يشتغلوا فيها اربعه خمسه سته، وملكناها للمجتمع هناك واشتغلوا بها بعد ذلك سكن اجتماعي كثير جدا جدا. ترقية، إذا ما كان مشروع اسمه ترقية السكن الاجتماعي في دارفور في 2015، ترقية السكن الاجتماعي. نعم، والله يعني دي صراحة كده ما في سبب بيخلينا احنا من الليلة يعني، من ما عرفنا الموضوع ده بصورته الواضحة الصريحة دي، انه الناس ما تقوم تستثمر في الموضوع ده. اي زول عنده كده عطواطة ولا بتاع في الاماكن اللي فيها الانهيات دي، حتى الناس ممكن تعملها كعمل خير يعني، ما بالضرورة انه صحيح، الزول تكلفتها عايشك قليلة يعني. جدا، الماكينة تكلفتها قليلة يعني. نعم أنا نعم لو منتج جازي كبير. أعلق لو سمحت يعني، تفضل لو تفضل جازي دكتور. أعلق يعني، شوف أنت الكيانات المدنية زي الفترة الخيرية وزي بقية الكيانات دي بتعمل عمل، بالمناسبة ده عمل بتاع دولة حقيقة يعني. يعني المشروع كان في مشروع، فطبعا كنا بناخذ مثال أمثلة من المشاريع بتاع الخطر الخيرية، كان في عندكم مشروع في الدامر زي قرية مدينة الرفقاء، نموذجية رفقاء، حتى نعم المهندس المعماري كان زميلنا يعني في الكلية محمد الفاتح أعتقد، بدل الفاتح هو الديزاينر، نعم صحيح اوكتانتوس. أيوة نعم. ف اتأثرنا بالمسألة دي وتوجهنا فعلا لدارفور، لجنوب دارفور، مشينا هو زورنا، شغال معنا بالمناسبة، هو الديزاين بتاعه بتاع دارفور ده بتاع محمد الفاتح برضه. ايوه زرنا بليله وزرنا ميرشينج، طبعا مناطق رائعه جدا جدا. السودان ده بالمناسبه حاجه مبالغ فيها، ميرشينج دي احنا يعني في بستان فيه كل انواع الفواكه، بستان صغير يعني صحيح يمكن يكون يعني 300 متر في 300 متر،
فيه مانجا وفيه برتقال وفيه موز، وانت بتكون وتفاحة. قاعد تشجر المانجا وبتاكل هناك، وفي في مويه جاريه، المويه دي جاريه من بير على بعد متر، متر بتحت المتر بتطلع لك مويه صافيه. تمام. اي لكن كانت المشكله المواجهه المجتمع اللي هي مساله الحروب المستمره بين بين المجموعات الرعويه وكده، ولانه بيوتهم كلها كانت من قش اغلبها، بقى ما في سكيورتي، يعني اقل نار بتحرق القريه كلها. فاستفدنا من التجارب السابقه وتجربتكم انتم برضه، وضمينا معانا الجامعات، جامعه دارفور وجامعه الاحفاد على راسهم يعني، عشان يعملوا دراسه اجتماعيه، عشان يعني ودخلنا في نفس الكونكلوجن ده، الكونكلوجن بتاع انه لازم يكون الناس تشتغل وتدرب وتملك. فده فعلا يعني كلامكم مشروعكم دي، انتم اكبر تطبيق عملي للنوع ده. حتى تكلمنا عن انه نسب الخلط في ديفرنت بليسز من السودان لازم تتناسب مع الماتيريالز، فكان بدنا نعمل يعني الجيولوجيا بتاع كل منطقه والخلطه المناسبه في كل منطقه، عشان لما نديهم المكنه دي ما يحتاروا، يعني التحسيبات بتاعتها تبقى سو لوكال، انهم عارفين والله في المنطقه دي احنا هناخد من الرمله الحمراء دي كده، لكن لما تكون الرمله مثلا صفراء النسبه تكون كده وهكذا. ودي واحده مخلوطه مثلا بطين اكثر، ودي لا دي رمله صافيه، فالنسب بتختلف. فانت كل منطقه لما تديها كتالوج ايوه سهلت العمليه، تنشر المكانات دي وتخط مدربين وخلاص كل منطقه بالكتالوج بتاعها. وده كان الترتيب بتاعه، وبدينا نشتغل فيها كشغل بتاع انتجريشن من الجامعات البحثيه والوزاره. نحكي عن طيب الخلطة بالنسبه بتعتمد في جامعة الخرطوم. بالمناسبة الخلطة كان بنعتمد في جامعة الخرطوم، حتى الفحوصات تحت التربة نفسها المختارة بدعم كان في جامعة الخرطوم بالكامل. مكتبنا الحقيقة وقف على التجربة دي، ولأنه كان نحن عندنا رغبة إنه ننشرها، ولأنه هي لو كوست طيب وتملك للمواطن بدل ما يمشي. والنظام في أصلا ظل اللي الحرب، اتبعه نحن كان نظام حسي هالك للبيئة، الطوبة في الأحمر ده ظل بيهلك البيئة بشكل كبير. في ظل الحرب حسي يا باشمهندس جمال، والوضع يعني ما كل السودان في حالة بتاع شلل كامل، ليه ما تكون في قدر خيرية تشتغل وذين المتاح؟ يعني في النزوح احنا بنتكلم عن 9 مليون نازح، يعني مسألة البيوت زي دي، وبعدين كده it may go for years الحاله دي، فليه ما نبني بالطوب ده للنازحين ديل حياه شبه بيرمننت يعني. والله يجزيك خير عسو. انا لانه ما كنت عايز اتكلم الان بس قطر خيريه، لكن بس ادوكم الريسبونس بتاع قطر خيريه من 15/4 لحد اليوم بيشتغلوا شنو. هو الحال الان كرايسيس في السودان، ازمه، والتوجه اكبر اداره شغاله هي الاداره بتاعت الغاثه، في نفس الاشياء اللي انت ذكرتها، في توفير يعني الدواء، توفير الطعام، السله الغذائيه، توفير المخيمات، واشتغلوا في اي مكان امن اشتغلنا، وحتى في الحدود نحن اشتغلنا في تشاد، لان النازحين السودان اللاجئين السودان الموجودين في تشاد هناك اشتغلنا في منطقتين، في ادري وفي فرشنا، اشتغلنا مع المعابر مع مصر هناك، وفرنا مأوى للناس، كنا بنوزع ولحد الان بوزعوا في 50,000 سله غذائيه للناس المحتاجين يعني. وزعنا مويه، 50,000 وزعنا سلة غذائية جبنه، في شنو؟ في درجة شنو؟ الان هي ده صندوق يعني الجهه لا الداعمه ما قصدي صندوقات في التنميه، الشهر، في السنة، في الأسبوع، في اليوم، في شهرين شنو؟ لمدة شهرين، كان ده مشروع من صندوقات للتنمية هو اللي دعمه لمدة شهرين في مجموعة من الولايات، الولايات كلها الآن بنوزع فيها. آخر كان عندنا 2000 سلة غذائية كانت في مدني، لكنها بعد جماعة شالوها وطلعوا بيها، كسروا المخزن. برضو ودينا 44 غسلة، 44,000 غسلة بتاعت كلى على جسر جوي من تركيا مباشر للسودان لغسيل الكلى مع الاكسسوارات مع كله، وما زالت المجهودات شغاله لحد الان شغالين. نحن مشكله انه ما قدرنا ننتقل من الاغاثه للتنميه، لسه الوضع بيحتاج اغاثه لحد الان. الان زي ما قلت للناس، سواء كان لاجئين او نازحين انترنالي، كل واحد بيحتاج لمكان انه يوفر له اللقمه. برضه شغلنا مستشفى الضوء، مستشفى النوم لمده 5 شهور كامله لحد ما ضربوه والناس طلعوا منه. 5 شهور كان بيدفعوا الرواتب، وفروا الوجبات الغذائيه الجاهزه، وفروا اطنان من المواد الغذائيه اللي ممكن نطبخها في المستشفى، عدس، فول كده تنطبخ في المستشفى. فشغاله شغاله ما استطعت. المشكله انه ما قادرين نزود الان العيار، لانه عندنا مشكله برضو بتاعت ازمه بتاعت التحويلات، ازمه تحويلات اموال. الجنيه السوداني ما ثابت رقم واحد، وبعدين اذا حولنا دولار البنوك الوسيطه نفسها بترجع التحويل مرات، فعندنا مشكله بتاعت التحويلات.
فنتغلب على انه عندنا شركات ممكن نتعامل معاهم هناك في السودان ويتحاسبون في الدوحه هنا. المهم يحاولوا انه بيبذلوا جهود انه كيف يوصلوا المعونه دي باسرع ما يمكن وما يتوقفوا. برضو عندنا مشكله انه كان الايتام اللي بتكفلهم قطر الخيريه الان هم ديسبليسد. زمان كانوا اليتيم معروف في مكانه الفلاني، الان هو واسرته مش مكان، نفتش عليه انت وينك عشان يوصلوه. حياته دي برضه فيها مشكله يعني. فالتحدي كبير الان، التحدي مش مجال في التنميه بقدر انه نغيث الانسان، نوفر له بس اكله وشرابه وموته وخيمه ممكن يستظل تحتها، ده بكون اكبر خدمه نقدمها الان في وقت الراهن. فده جهودنا، وممكن انا ما في اداره الاغاثه، لكن لو كان معنا اخوان من الاغاثه كان وروكم جهود اكثر من كده انه بيشتغل في شنو يعني. فبرضه ساهم برضه في الايفاكويشن لكثير جدا من الناس اللي كانوا مقيمين في دولة قطر هنا وفي الخليج بشكل عام في بداية الأزمة. يعني آلاف من السودانيين اللي هم ارجعوا للدول المقيمين فيها في الخليج كلهم رحلوهم جابوهم، سواء كان بالطيران القطري أو بالطيران السوداني، ودوهم للمشي الإمارات جا قطر، المشي للسعودية، كان كله في إنه يعملوا فاكويشن للناس اللي عندهم مقيمات في الخليج، ما يتقطع أعمال ولا يتحسب. ده كان في بداية الأزمة يعني، وده كان بالمناسبة يعني بصمة كبيرة إنه الناس اللي جو الآن، يعني لو اتحبس في السودان ما كان خدمة بتوقف، لكن مثلا جابوني انا هنا وانا شغال، فخدمتي اتواصل اني اوصل لاهالي والطريقه دي يعني. فجهودة كبيره ما اقدر انا احصرها، وما انا بتحدث الان باسمها، كان اكيد لو كان معنا اخوان كان يتحدث بشكل اكبر مننا، لكن ده حسب بعلم انا حكمنا ما في مجال الاغاثه يعني. الله جزاكم الله خيرا يعني، يعني بصراحة جهود كبيرة جدا مقدرة، ربنا يقدر دراعكم وإن شاء الله ربنا يديم خير هذه آمين. البلد والمنظمة العظيمة قطر الخيرية. طيب في سؤالين جونا هنا في الشات، الأول من أسعد رجب بيقول: بالنظر للتحديات الاقتصادية خلال الأزمات والحروب، كيف يمكن للمهندسين تصميم وتنفيذ مشاريع تحقق أقصى قدر من الكفاءة مع الحفاظ على انخفاض التكلفة؟ موجه للدكتور هاشم النعوم. في سؤال ثاني موجه لجمال، حد باشمهندس جمال حتحاوديه ان شاء الله لاحقا. تفضل يا باشمهندس هاشم. طيب السؤال ده هو عباره عن يعني كان برزنتيشن كده يعني تقريبا، اللي هو انك انت تشوف البرايورتيز، يعني التفكير يكون بالبرايورتيز والاكثر تاثيرا والمناطق الاكثر هشاشه. يعني مثلا الايتام من الاكثر هشاشه في مستوى الاطفال نفسهم يعني. فده مثلا يعني قدر الخيريه موجهه وكثير جدا موجهين على الايتام، ده شيء برضو الناس بتسعى لتوفير الطاقة. دي من الحاجات، ده كله تكلمنا فيه المحاضرة، لكن أنا بشوف أنه حس دي كلام الباشمهندس بيأكد لك أنه الانتجريشن بتاع كل الكيانات دي مع بعض، يعني حس قطر الخيرية شغالة لأنه هي مسنودة بدولة، صحيح؟ فالأثر بتاعها الإمباكت كبير لأنه عندهم بادجت أكبر، لكن هم أيضا بيحتاجوا للكيانات اللوكل to complete the picture. كويس؟ يعني completing the picture مهم جدا. هم يتعاونوا مع جامعات، يتعاونوا مع مؤسسات بحثيه داخليه، لكن انا بقول انه بقيه المنظمات بتتكامل مع بعض. في منظمات هندسيه، في منظمات طبيه، في منظمات كده. لو احنا انا بس دائما بتخيل انه عندنا خرطه فيها دوتس لاماكن نشاط الكيانات وانواعها، انا بتاكد تماما انه المشروع في ميرشنج والمشروع في دارفور والمعسكر العلاني هتكون الفائدة اللي نستفيد منها من تكاتف المنظمات دي أكبر. ليه؟ لأن الناس بتتشارك التجارب بتاعتها، ودي ظهرت في كثير جدا من يعني من الأمثلة في تطبيق المنظمات مع بعض. اليونيبس مثلا في السودان كان عندها شورت ليست بتاعت المنظمات، ويكون في شغل تعاون بعد أكثر من منظمة. المنظمات نفسها في السودان ممكن تكون صغيرة، فلما تتكامل مع بعضها بتكملوا شغل كبير. فأنا إجابة على سؤالك انه بالنظر للتحديات الاقتصاديه خلال الازمات، ما ممكن كيان واحد ولا حتى قدر الخيريه انها تغطي الازمه بتاعه 9 مليون نازح. كويس؟ لا بد من تكامل هذه الكيانات، والمشكله بتاعت بعدك التحدي انه كيف تتكامل، لانه كل واحده متفرقه وفي وحدات معلوماتها ما موجوده. لازم تتكون مبادره تعمل منصه واحده تصهر كل الحاجة في بلاتفورم واحد. لما تصهر لك في بلاتفورم واحد انت بعدك بتقدر تتعامل معاها وتعرف وين شغالة في شنو.
ودي انت شغالين عليه حس الان باشمهندس كمبادره من هاشم، المؤتمر. كان شلت السلايد الاخيره في البرزنتيشن بتاعتك بتاعت ايوه المنصه البلاتفورم اللي خطيته انتوا فيه على السودان في الخلفيه، كان ايوه 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 يا ريت لو تعرضها بس برضه عشان نقدر نشوفها. هو ممكن احنا ممكن ندخل على الويب سايت، احس يعني هو الويب سايت اندر كونستراكشن. تمام، افتح بس لكن المفروض القدر يخلص. الموجود، قدر الموجود افتحه بس. بفتح هاي بفتح، هو ما ظهر فيه حاجات كثيره نعم والله يا اخي. ممكن يعني بس اوريك عشان الفكرة البرزنتيشن العامة تظهر يعني. جدا جدا هاي، بس اوريك انا ال في ايه. طيب اوكي ايوه في أمجد سلمان هاي نعم تركي. ادميت هيم بليز. اللحظات دي ممكن يا باشمهندس جمال تشوف السؤال بتاعك برضو، اللي هو في سياق الأزمات والحروب، كيف يمكن المهندسين استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة وتقليل التكلفة مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار؟ ده اللي هو أعتقد جاوب عليه، بس نشوف الويب سايت مع هاشم. تفضل يا باشمهندس. ايوه انا اعمل شير خلاص. هاي التشير واضح قدامنا، فممكن تورينا الموضوع ده شنو؟ اوكي انتوا شايفين حسي سوري انا ما انا شيرته. اوكي طيب واضح واضح. شايفين ايوه عن التحالف القطاعات والانشطه المشاريع المدونات وهكذا. طبعا هو تحت الانشاء، لكن فكرته المنصه منصه الكيانات المهنيه دي انها تضم، هيكون في متاح انه الانضمام للمنصه دي. طبعا حتى الاسم ذاته احنا ما عارفين نسميه شو، دارين نسميه اسم ما الناس تشعر انه متوجه نحو حاجه. يعني هو فقط الهدف بتاعه الانتجريشن وزياده التمويل، هدفين لا ثالث لهم. الهدفين دي لو يتحققوا كل زول يكون عنده جاذبيه انه ينضم للاتحاد او المنصه. منصه الكيانات المهنيه شغال في السودان من الحلب بهدف التعاون والانتجريشن. فهنا عاوزين انه يكون في كل صفحه او كل بورتال لكيان هو الغرض منه جذب الانتباه لبقيه الكيانات في انهم شغالين في مشروع في حته، وايضا جذب الممولين لهم. البلاتفورم حيكون واحد، حتحط اسم الكيان، حتحط الاتصال، بعد ذاك حتبين القطاع بتاعك هل هو هندسي مختلط اجتماعي وهكذا. و القطاعات حتتخطى كل القطاعات المختلفة، حتكون في مدونات للنخب النخب المشتركة، يعني مثلا أسماء وليست كيانات، من بروفيسورات معروفين بخططهم الاستراتيجية وكذا. الحاجة اللي اتعملت سو فار إنه حاولنا نركز على الروابط المهنية داخل قطر، وعملنا اجتماع جمعنا فيه كل رؤساء الروابط، وتم يعني توافق على واحد من هذه الأفكار. أنا حاسس غيرت الشاشة، شايفين حاسس خرطة السودان. لا اول شيء وقف الشير شغله ثاني. طيب أوكي. طيب دي واحدة من الحاجات اللي تكلمنا عن مسألة الخارطة الواحدة. دي حسي خارطة مظهرة حاجة واحدة بس، مظهرة أماكن المشاريع اللي اشتغلت فيها كيان واحد اللي هو رابطة الأطباء السودانيين بقطر بالتعاون مع الجهات المختلفة دي. لكن دي الصفحة دي هي صفحة مشاريع رابطة الأطباء اللي في قطر، فتعاونوا مع كان في مبادرة سالمين تحت المعابر ده افتكر مع خطر الخيريه. نعم هي مع خطر الخيريه، الطاقم الطبي في دار المايقومه، في اللجنه التمهيديه لقطاع السودان تعاونوا فيها.
فالخرطه دي مريحه جدا لانك انت بتعرف الاماكن. طبعا دي بس رسمه توضيحيه، لكن احنا بنتكلم عن خرطه بتكون بيز على الجوجل ماب او الاوبن سورس ماب، انت بتقدر تعمل لها زوم وبتقدر تعرف بالتفصيل هم شغالين في اماكن، و هتكون في معلومات اكثر بدل البادجت بتاع المشروع ومسمى المشروع طبعا ومتعاونين مع عياته واكتمل كم منه، وهل البادجت المكتوب ده التكلفه بتاعته دي مغطيه ام غير مغطيه جزئيا ام غير جزئيا. ليه؟ عشان زي ما قلنا انه المنظمات المانحه بتكون المعلومات دي بالنسبه لهم فيجر بيسهل لهم عمليه اختيار المشروع اللي عاوزين يشتغلوا فيه. برضه حتكون في خاصيه ليهم زي ما قلنا انه يعرف الجهه دي، زي مثلا رابطه كل الروابط المهنيه بالمناسبه في قطر هي يعني جهه اختباريه ومسجله تحت السفاره السودانيه، ويمكن تكون الروابط المهنيه دي بتاعت قطر هي الوحيده اللي حاصل لها انتساب فورمال في العالم، يعني كروابط سودانيه في العالم، ما في ثاني رابطه، يعني احنا لم تحل هذه الروابط، وانما لانها تعمل طبعا بتجرد ومهنيه عاليه وما قاعد يعني تخرج من مجال العمل ابدا، فيها طبعا مجموعات منتخبه دورات كثيره يعني. فانا دي حنبدا بيها زي ما بيقولوا البايلوت بروجكت بتاع المنصه، بلس اتكلمنا برضه مع سافا ومع سامه وهم على استعداد للانضمام، واتكلمنا برضه مع جهات أكاديمية زي جامعة قطر عبر البروفيسور محمد إبراهيم أبو شوق، وكثير جدا من بدينا في كلام مع بعض النخب الموجودة في قطر وخارج قطر للدخول في هذه المنصة، وأعتقد أنه خلال نهاية الشهر القادم نراه على النور وفيه بوادر الانتجريشن ده إن شاء الله. بارك الله فيك يا حبيبنا وكتر خيرك، شكرا لك على العرض. ان شاء الله المنصه دي يعني لو احتجتوا فيها اي مساعدات ولا بتاع ممكن. طيب قبل ما يجاوب باشمهندس جمال، بس اسراء القاضي رافع يدها من قبل، ممكن تفتح المايك يا اسراء وتطرح السؤال بتاعك ولا مداخلتك. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. شكرا على العرض. أنا عندي تعليق وعندي سؤال. بالنسبة للتعليق، كان أنا ما حضرت اللقاء من بدايته، لكن شايفة كان معظم الكلام بيتكلم عن الـ يعني توطين النازحين وبناء مساكن ليهم وكده. في الحتة دي أنا بشوف yes it's good to think about that، بس عايزة also to highlight حاجة من الـ experience بتاعتي في الفترة اللي فاتت، إنه المشاريع عليها علاقة بـ empowering الـ independence حق الناس. ما بتكلم عن المناطق المتأثرة، وإنما في كل المناطق الثانية اللي تم النزوح لها. كل ما كان في حرص على زيادة استقلالية الناس وتقويتهم في الجانب الاقتصادي، مش بإنك تقدم لهم العون، ولكن توريهم الطريقة اللي ممكن هم يكونوا بيها self-reliant. دي بتقوي حتى موقف الولايات كلها اللي هي المفروض تدعم الأماكن المتضررة حاليا، ونحن السودان خير وكثير، محل ما انت تحفر بيطلع منها خير. فأنا ما عارفة إذا في فوكس على الحتة دي، استفادة الولايات من نزوح الناس اللي طلعت من الخرطوم والولايات الثانية، في إنه تبقى دي فرصة لتنميتها وتقويتها، لأنه في النهاية إحنا محتاجين السودان كله يتراوح مع بعض عشان نقدر نعزز الحاجة دي. الحاجة الثانية، السؤال بتاعي بالنسبة لموضوع المبادرة، وإنه أنا بصراحة في شغلي تأثرت، يعني عندي مشروع تأثر بسبب عدم وجود الإمكانية والفيزيبيليتي، باعتبار أن السودان ما عنده صوت. فالمبادرة اللي بيتكلم عنها البشمهندس هاشم it's really important ومهمة، لأنه خسرنا
خسرنا وضعنا كمستحقين لكثير من الفونت والدعومات بسبب إنه موقف ضعيف. فأنا عايزة أعرف المبادرة دي متين ممكن تتبلور، لأنه there are a lot of opportunities. أنا بصراحة في مجالي شايفاها، والانضمام للمبادرة دي I guess إنها حتدعم الموقف بتاع السودان at least في السكتر اللي أنا شغالة فيه. بالذات في I know there are a lot of funds can be obtained from that. فبس 200 ممكن يعني يكون تكون ريدي، أو يعني الناس ممكن تستفيد منها. إسراء، شكرا. بس لو اديتي خلفية عن نفسك، انت شغالة في هذا المجال ولا كذا؟ لأنه ما عرفناك. طيب، أنا آسفة، أنا إسراء عثمان محمد عبد الله القاضي، مهندسة معمارية. project management professional، ولي حوالي سنة ونصف شغالة في مجال الـ urban resilience. حاليا I'm a project officer في منظمة اسمها Resurgence، and working on a project in East Africa that has to do with empowering urban resilience through climate information and weather forecasts called Raja. And فكان المشروع ده سبب دخولي للمشروع ده، إنه إحنا كنا فزنا ب award to implement this project in Sudan, and it was supposed to commence last May. انتوا من وين فزتوا؟ Sudan Urban Development Think Tank Organization SUDET، واللي هي في عمر صغير منظمة مليئة بالخبرات، في عمر صغير جدا جدا عملت significant change، وما زلنا بنحاول إنه نعمل مشاريع. وحاليا إن شاء الله هنشتغل مشروع to empower urban resilience in Tuti Island. إن شاء الله هيكون في الشهور الجاية هيبدأ. والحمد لله سبب نجاحنا إنه الفترة اللي فاتت اعتمدنا تماما على الكوميونتي في إنه هم to empower themselves and to own this project. يعني إحنا مشروعنا صغنطوطي، لكن صراحة الإمباكت اللي عمله كبير جدا جدا، ويعود الفضل كله للكوميونتي. That's why I would like to stress على إنه الناس تركز إنه تدعم الكوميونيتيز في إنها تجيف على حيلها وتعتمد على نفسها، ويكونوا أوير للي عندهم واللي هم ممكن يقدموه لنفسهم. ما أنت تديهم هاكم الحاجة دي أو هاكم، لا، أنت تخليهم يعرف إن هم بيقدروا. فأنا آسفة لأني ما عرفت نفسي في البداية، بس لأنه ما عارفة الزمن هل بيسمح ولا لا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا لك يا باشمهندس إسراء. طيب لو في أي كومنت من هاشم وجمال، تفضلوا لمقاماتكم الساميه. الله يجزاك كل خير دكتور. الحقيقة دكتور باشمهندس هاشم يعني وفى وكفى بالنسبة للسؤال، بس أنا عايز أضيف إنه يعني أما اندلعت الأزمة دي في السودان، كل المنظمات الموجودة طلعت من السودان. يعني ما عندها منظمة كان ممكن نعمل معاها كوردينيشن أو نعمل معاها يعني تبقى لي زي اللوكال بارتنر إنه ينفذ لخطر خيرية. كثير يعني بقول لك، ومنظمات المجتمع المدني نفسها يعني اهتزت، لانه كثير الناس حصل لهم ديسبليسمنت من هنا لهنا، فبقى الواحد شغال بيده بمجهود مكتبه هناك وعلاقاته الموجوده متاحه، وحسب الدراسات اللي بيعملها المكتب. والمكتب نفسه كان في الخرطوم، انتقل بالكامل بقى في بور السودان، وبرضه انتقال بور السودان انه يكسب علاقات جديده هناك، لانه ارض بور السودان ما كان عندنا فيها وجود، اللهم الا كان عندنا فيها كفالات بتاعت ايتام واسر فقيره، لكن ما كان عندنا وجود كمكتب كامل. وحتى موظفي المكتب نفسهم برضه هم يتشتتوا. فاللي حصل انه يعني الجهد اللي اتبذل الفتره اللي فاتت، ما كان عندنا لوكال بارتنرز يساعدونا زي ما كان في زمن يعني في نوع من السلم والامان موجود، تقدر تشتغل وتلقى يعني كو فاندنج مع ناس او حتى بارتنر شيب في التنفيذ ممكن تلقاه. فالكلام ده كله اتفقد الان في الظرف الحاصل الان في السودان. يعني شكرا لك يا باشمهندس، شكرا لك يا باشمهندس إسراء. طبعا باشمهندس إسراء أنا بعرفها من مدة طويلة جدا، يعني من
من اللي هي منظمة التنمية العمرانية اللي بديناها، وحسي ما شاء الله بقت منظمة معتبرة وثقة للجهات المانحة يعني في أول. ودي بالمناسبة دي الحاجة اللي برضه المنصة دي هتعملها. هتعمل شنو؟ انتوا ما متخيلين انه السودان ده، احنا لازم نستوعب مثلا انه السودان ده هيحتاج لإعادة اعمار ضخمه جدا جدا. يعني احنا محتاجين نؤهل للمنظمات الوطنيه انها كيف تتعامل مع الجهات المانحه، كيف تكتب كونسبت نوتس، كيف تدخل كومبيتيشنز، كيف انها تخلق ثقه للجهات المانحه دي اذا صناديق استثمار اقليميه او جهه مانحه. فالتجربه بتاعة صدقات والتنمية العمرانية وسامة، كل هذه تجارب يجب أن يتم تدريب بقية المنظمات عليها عشان تكون على نفس المستوى، عشان تستعد وتتهيأ وتكون جاهزة لإعادة الإعمار. ما بقول لك منظمة واحدة تقدر تشغل الشغل ده كله، لازم كل هذه المنظمات تتعلم منها كيف تتعامل مع في أموال حتكون مخصصة وما زالت مخصصة. وإحنا فقدنا كثير جدا من الأموال، في أموال كثيرة فقدناها بسبب احنا ما نقدر نعرف نكتب كيف التكنيكال والكونسبت نوتس عشان نقدر ندخل بها. منظمه التنميه العمرانيه كانت محظوظه انه من اعضائها كانوا في ناس سريعين التعلم، ما عندهم خبره سابقه لكن بيتعلموا سريع، فيتعلموا انه كيف يكابوا ويخاضوا المنظمات المانحه. اذا كانت مثلا جايكا اليابانيه، نوفيك الهولنديه، ايكروم الى اخره من هذه المنظمات اللي بتدي اموال وصلت احنا مثلا 3 مشاريع قرابه المليون يورو. انت متخيل يعني قرابه المليون يورو في اول 3 اشهر بعد ما انه ثبتنا المنظمه. فانا اعتقد انه المنصه دي اجابه لك يا باشمهندس اسراء، المنصه هتكون ملك للكيانات الموجوده فيها، والانتجريشن بتاع التعاون معاهم هيشمل يعني ترفيع المنظمات الصغيرة وتدريبها على كتابة الكونسبت نوت وهكذا. فهي فوائد متعددة، لكن متى حتصحر؟ بأكثر الموضوع ده هو الجاهزية الكاملة للبلاتفورم، لأن البلاتفورم لو ما بقى جاهز إنه يستوعب الناس بطريقة منظمة ونربطه أولا بجهات قوية مانحة وجهات ومنظمات، ما حتكون جاذبة لبقية الناس. لكن إن شاء الله أنا بقول إنه التارجت بتاعنا هو خلال 30 يوم من الآن إنه يكون فولي فانكشنينج بإذن الله تعالى. طيب باشمهندس جمال، عندك إجابة على السؤال اللي طرحه هون أسعد؟ إذا كان بستعد لي أنه اكتفيت أيوه، برد بنتكلم بس عن الاستفادة، كيف استخدام المهندسين يستخدموا التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة وتقليل التكلفة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار. والله هو المجال واسع، يعني المهندسين يعني المجال امامه واسع، انه كيف يقللوا التكلفه، لانه في الان التكنولوجيا قللت كثير من التكلفه. تبقى عندك امكانيه الوصول لهذه التكنولوجيا وامكانيه تطبيقها. يبدو نعم لي ممكن ده التحدي الان في وقت الراهن. نعم طيب، في سؤال تاني ما اعرف مطروح كده من غير يعني موجه لزول، كيف يمكن المهندسين الاستفاده من تحليل البيانات الضخمه والتكنولوجيا الحديثه، العلوم الجيوميكانيكيه والتعلم العميق لتحسين استراتيجيات الاستجابه للكوارث والحد من المخاطر؟ ده اعتقد انه موجه لقطر الخيريه ولا شنو؟ هو اللي سأله ده أكيد عنده فكرة، إذا كان هو يفيدنا هو عثمان نفسه. الرحيم. نعم هو طبعا في مجالاتنا احنا، مجالات اللي هو الداتا اناليتكس والارتفيشال انتليجنس والماشين ليرنينج والديب ليرنينج وغيره، كل الحاجات دي ممكن يعني الناس بتستفيد منها لو بقت في داتا. يعني الداتا هي بتكون هي الحاجه اللي بتتحكم في انه كيف الناس ممكن تستفيد من القصه دي. لو ما في داتا ما الناس ما هتقدر تستفيد اي حاجه. فهل ايوه، عندكم داتا انتم؟ انا بس داري اقول انه هو اتكلم على الجيوميكانيه كويس، اللي هو لا ده يس سبيشال، ده اللي سبيشال كويس. انا ما اعرف هو حس كان بيتكلم ولا عثمان، لا ولا هو طرح السؤال هو طرح في السؤال. الشات. اوكي، بس هو بيتكلم عن السبيشال. السبيشال طبعا الفيزا بتاعته اني بنقول لك الداتا الاستاتيك، الاستاتستيك بتاعت الداتا، من داتا كتابيه الى داتا مرئيه بيخدها عليك في المكان كويس. بيحط في مكان بيديك طبعا ادفانتج كبيره جدا بتاعت انك تعرف التقاطعات. اضرب لك مثال سريع جدا، انه مشاريع البنى التحتيه
زي الشوارع والطرق القومية بتتقاطع مع مصالح حصاد المياه. الموية بالنسبة لنا بتكسر لنا الشوارع، والموية بالنسبة لهم فرصة لحصاد المياه. فكيف احنا نتعاون في انه ويتش يعني ياتو مكان بيصلح فيه انه نتعاون فيه عشان نعمل لنا شارع نستفيد منه كسد لحصاد المياه. طبعا لازم تكون معات الشوارع دي مارة بمناطق جريان المويه. العلوم الجيومكانيه اللي هو الجي اي اس ده بيديك التوبوغرافيا بتاعت السودان كلها بالتفصيل الممل، وبيديك اماكن الشوارع الطرق القوميه لانه احنا دخلناه، لانه في جهه دخلت. يعني هو طبعا لازم يكون شيد انفورميشن، الناس كلها تتعلم القراءه والكتابه، كل الناس يكون عندهم جي اي اس. بس دوله قطر مثلا، وانتم اعلم بالناس الشغالين في المجال، عندهم نظام بتاع جي اي اس فيه اي حاجه، يعني كل اليوتيليتيز داخل الارض من مختلف الكهرباء على الصرف الصحي على اي حاجه قاعده موجوده. فانت يو كان ديزاين بس بالخطه بتاعت الجي اي اس دي بتفتح اللايرز بتاعتها، فدي المهمه بتاعتها. فالحاجه الثانيه انه اون لوور سكيل، اون لوور سكيل اذا عندك داتا كبيره وانت عاوز الداتا دي تطلع منها اناليسيس معينه مفيده. اديكم مثال على الهواء مباشره. واحده من المشاريع اللي طرحت الاسبوع الماضي انه كيف نعرف انه الخبر من النيوز ايجنسيز بايس ولا فاكشوال. كويس؟ يعني انه الخبر ده هل هو خبر فيه حقائق ولا ممزوج بالبايس بالميل نحو جهه الى جهه اخرى؟ عاوز لانه البايس ده هو بيوجهك طريقه الخطاب، الخبر بيوجهك نحو انك تحب الحاجه دي او تاسيسها او يمكن تدعمها ماليا او انك تنبذها. كويس؟ بعض المرات البايس كويس اذا قدرت تشجع الناس على حاجه كويسه، لكن بيكون كعب لما انت تتكلم عن الحقائق وعندك مآرب اخرى. طيب هم المعلومات الاخبار دي كيف حيعرفوها بايس وما بايس؟ قالوا يا اخي الحاجه اللي بتخلي الخبر بايس هو استخدام الادجكتيفز. كويس؟ يعني لما تقول ديفستيتيف اكشنز مثلا او بومبينج او سترايكس، فكلمة ديزستيف دي مدمرة محطمة، دي مبالغة، ده ادجكتيف. فاستخدام الادجكتيف الكثيرة المعينة بتخلي الحاجة هنا. انت ممكن تقول مثلا ممكن الخبر الثاني يقول لك مثلا مينيمم، او مثلا انت تتكلم عن المشكلة بين غزة وفلسطين بانه كونفليكت. كويس؟ مع انه هو ستراجل بتاع اندبندنس، صح؟ فانت لما توصف الحاجة وصف معين فانا اوريكم حسه دي واحدة من الويب سايتس اللي بتشتغل على الحاجة دي، من دي الطلبة يعني حاجة يشتغلوها اليوم حسي أسبوعين بس. طيب شير طيب شير ممكن تشير السكرين. شير سكرين. اوكي شير حلو. طيب دي سوري. اوكي شايفين الحاجة دي اسمها فاكت بايس تشيك، دي اشتغلوها الطلبه بتاع البكالوريوس في السنه الاخيره. وقال لك امسك واحد من الاخبار دي وشوف مثلا اسرائيلي فورسز انتنسيفاي سترايكس، نشوف الخبر. دي الاخبار الموجوده عندك من جابان توداي للجزيره لانديا توداي، وتلقى هنا تحت كل خبر في مربعين، مربع بيتكلم عن بايس بكم في المية، انه بي 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 انا ما اعرف الترجمه بتاعت بايس شنو، منحاز اي الانحيازيه، منحازه انحيازه اي الانحيازيه كم في المية والحقائق كم في المية. فهنا مثلا يابان دي قال لك 23 فيها انحياز و67 76 فيها حقائق. كويس؟ ف تنزل تحت تواصل لحد يعني نشوف الاكبر حاجه مثلا للاسف المثال ده الجزيره 36 منحاز. كويس؟ طبعا بيكون فيها اسباب، يعني انا اذا انا جاي من الجزيره بقول والله اسباب they want to counter balance and bias بتاع شنو؟ بتاع السي ان ان والهنايه الثانيه. ف if you want to balance الحاجه دي you have to be oppositely biased to balance التاثير على الناس. هنا مثلا كل ما قل البايس طبعا وكثر الفاكشوال، يعني هنا 81% في الخبر ده، معناته هو مجرد اكثر تجريدا من شنو؟ من الافعال والادجكتيفز اللي بتزين ليك الحقيقة. الحقيقة ثابتة، الرقم ثابت هو 13 كيلو، لكن الديسكربشن بتاعه بيختلف، الديسكربشن بتاعك. فده بس مثال بانك انت كيف انت ممكن تكتب هنا اي حاجة. يعني مثلا لو كتبت هنا تحت في التستنج ده اقول
تراجيك سترايكس كيلت 30 مثلا ان غزة، وبعدين تعمل تيست كويس، تعمل تيست للحاجة دي سبميت كويس. لما تعمل سبميت يلا قال لك يا اخي البايس بتاعك 95% كويس، لانه انا كتبت شنو، كتبت كلمة يعني مبالغ فيها بتاع تراجيك دي، كلمة تراجيك دي من اكثر الكلمات اللي بتديك انك معناتها انت يو ار بايس، والفاك شو والله 34%. فده بس مثال يعني لانك انت ممكن تتست البايس بتاع المعلومة باستخدام التكنولوجيا والداتا والاحصاءات يعني. تمام. ممتاز جدا جدا. طيب برضو انا ممكن اضيف الحته دي يا باشمهندس، لانه الديتا قدر ما تكون الديتا موجوده، ديتا، لكن بكل اسف طبعا احنا حتى الديتا اللي كان موجوده وما منشوره يعني، او ما في اكسس للناس ليها في السودان في المؤسسات والوزارات وغيره وغيره، دي ذاتها هسه بقت يعني الناس لانها ما عندها، ما في مؤسسات، ما في اكسس للاجهزه، ما في اكسس للديتا اكوردنجلي، بيجا ما فيش يعني، الناس لازم تبدا تعمل من سكراتش في حتات كثيره، لازم تبدا تعمل من سكراتش. فبرضه الناس تفكر، وان شاء الله هنعمل لنا سيمينار ثاني، انه دور الناس الديتا ساينتست والارتفيشال انتليجنس اكسبرتس وبتاع في الوقت ده. يعني الليله احنا بدينا بدور المهندسين في اثناء الازمات بالمبادره من اخونا حبيبنا هاشم ابن عوف، وتداخل واثر النقاش وقدم فيها معلومات مهمه جدا الباشمهندس جمال، لكن برضو ده ما معناها انه دي خلاص النهايه. كل زول فينا عنده دور، وكلنا كافراد كمواطنين كجود سيتيزنز في السودان هيكون عندنا ان شاء الله يعني ادوار في انه يعني نوقف. وكلنا يا اخواننا عندنا دور مهم جدا جدا في المطالبه والضغط بناحيه انهاء الحرب الان قبل بكره، لانه الحاجه المستمره دي يا اخواننا كلنا متضررين مننا، فقدنا فيها يعني ارواح عزيزه وغاليه، وفقدنا فيها ممتلكات، وفقدنا فيها يعني كل شيء ممكن الناس تفقده فقدناه، والناس بقت ما عارفه نفسها ذاته هي منو، قاعده وين، وبتسوي في شنو كده. فان شاء الله ربنا يصلح الحال، وربنا يعني يجيب العواقب سليمه، يوقف الحرب ويحيي دماء السودانيين في كل مكان، وان شاء الله يولى علينا من يصلح فينا، ويديكم الصحه والعافيه. شكرا لكم كثير جدا باشمهندس هاشم نعوف، باشمهندس جمال القسم، يعني ما قصرتوا، وشكرا لكل الحضور الموجودين معانا في زوم هنا، والناس التابعة عبر الباحثين السودانيين. في رسالة لباشمهندس إسراء هرسلها لك بس بعد ما نقفل المايك.